أخباركم يا باشمهندسين؟ عاملين إيه؟ كله تمام الحمد لله. نبتدي مع بعض إن شاء الله. النهاردة المحاضرة الرابعة بتاعتنا، وهنتكلم فيها بمشيئة الله عن موضوع المونيتور اند كنترول بتاع البروجكت بتاعك. بعد ما حضرتك خلصت المراحل اللي احنا اتكلمنا عليها بتاعت ان انت خلصت برنامج الزمن بتاعك، وبعد كده عملت البيز لاين، بعد كده ابتديت حضرتك تدخل الاكشوال داتا اللي جايه لك من الموقع. مطلوب من حضرتك كمهندس بلانر تقدر تطلع المعاملات المختلفة اللي بتحدد لك البرفورمانس بتاع البروجكت بتاعك، ودي أهم حاجة عندنا في المشروع، لأن ناس كتيرة بتسأل يعني بتعرف تعمل سكادجول مظبوط وبتعرف تدخل الأكشوال داتا، بس للأسف بتيجي على السؤال اللي يقول لك أنا عايز أعمل الريبورتات بتاعتي، أحط إيه في الريبورتات؟ فالنقطة اللي حضرتك لازم تبقى واخد بالك منها ولازم تبقى عارفها جدا، إيه هي المعاملات المختلفة بتاعة البرفورمانس بتاعك علشان تقدر تحط المعاملات دي في الريبورت بتاعك. الصوت واضح كده مش منسين معاك ولا ايه؟ طيب ممتاز خلاص. فالنهاردة هنتكلم على موضوع المونيتور اند كنترول، وهنتكلم فيه على الثلاث معاملات اللي عنده فكرة عن أداة القياس بتاعة البرفورمانس، لأن كان سبق المهندس محمد عصمت شرحها في الكورس بتاع البي ام بي. هي الأداة الشهيرة بتاعتنا اللي بنستخدمها هي أداة الايرنت فاليو. جميل، ايرنت فاليو مانجمنت تول، أداة تسمح لنا إن احنا نقيس البرفورمانس بتاع البروجكت بتاعنا في الوقت الحالي بالنسبة للجزء اللي مضى، وبتقدر تدينا فوركاستنج يعني توقعات او تنبؤات عن مستوى المشروع قدام هيبقى عامل ازاي، وهنخلص قد ايه المده في قد ايه المده بتاعتنا وهكذا. فنبتدي مع بعض نخش في موضوع الايرنت فاليو. شايفين السلايد كده بتاع الايرنت فاليو؟ طيب ممتاز. في الايرنت فاليو مانجمنت عندنا بيزكس لازم نبقى عارفينها، المسميات اللي الاداه بتستعملها والبرنامج بيستعملها برضو. في حاجه عندنا اسمها البلاند فاليو، والبلاند فاليو ديت هي قيمه الاعمال، البادجت كوست بتاعت الاعمال اللي معمول لها سكادجول. يعني انا كان المفروض النهارده اخلص كم معين من الاعمال، قيمه الاعمال ديت لحد وقتنا الحالي هي البلاند فاليو بتاعتي، او قيمه الاعمال اللي انا خططت لها انها تتنفذ على حسب السكادجول بتاعي. خلاص. عندنا حاجه تانية اسمها الايرنت فاليو. الايرنت فاليو ديت ترجمتها بالعربي هي القيمه المكتسبه، او القيمه الماديه اللي حضرتك اكتسبتها نتيجة البرفورمانس بتاعك أو الأداء بتاعك. يعني أنت في قيمة دلوقتي حضرتك بتكتسبها نتيجة الـ الأداء، وفي قيمة كانت المفروض إن أنت حضرتك تحققها بناء على السكادجول. في قيمة ثالثة اللي هي الأكشوال كوست، والأكشوال كوست ديت هو القيمة الفعلية للشغل اللي تم تنفيذه بالفعل. أوكي؟ واضح كده هو الفرق بين الثلاث قيم دول، لان هم دول اللي هنستعملهم في جميع الحسابات بتاعتنا. احنا عندنا حضرتك البلاند فاليو، ودي قيمه الشغل اللي على حسب السكادجول بتاعك. عندنا الايرنت فاليو، دي قيمه الشغل اللي على حسب الاداء بتاعك. والاكشوال كوست دي المصاريف الفعليه اللي حضرتك صرفتها على الشغل اللي انت نفذته. تمام. بعد كده في عندنا مثال صغير هنضربه على الكلام دوت. نقول مثلا ان لو عند حضرتك مكتب صغير مكون من 4 حوائط، جميل، والخطه بتاعتك ان انت تدهن تعمل بينتنج لجدار واحد كل يوم، يعني حضرتك مطلوب ان انت في 4 ايام تخلص دهانات الغرفه ديت،
وحاطط حضرتك بادجت ان كل وول من الحيطان ديت، كل جدار من الجدران ديت هيكلفك $50. خلاص؟ طيب انت الاداه بتاعت الايرنت فاليو ديت حضرتك بتستخدمها في منتصف العمل، يعني في وقت ان العمل شغال. خلاص؟ فجاء عندك البروجريس ريبورت اللي جالك في الاند اوف داي 2 بعد مرور يومين من المشروع الصغير بتاعنا دوت، قال لك حضرتك البروجريس ريبورت ده ان فيه ثلاث جدران، ثلاثه وولز خلصوا وكلفونا $120. جميل؟ طيب بالنسبه للقيم اللي احنا اتكلمنا عليها، البلاند فاليو والايرنت فاليو والاكشوال كوست، نقدر نحسبها ازاي للمثال الصغير اللي عندنا ديت؟ لو افترضنا دلوقتي حضرتك ان انت كان المفروض بنهايه اليوم الثاني، يعني هو هنا في الاند اوف داي 2، يعني حضرتك عدى عليك اول يوم وعدى عليك ثاني يوم، البلاند فاليو اللي حضرتك كنت مخطط لها علشان تتحط هي اللي هم الول الاولاني ب 50 والول الثاني ب 50. ممتاز جدا، يبقى البلاند فاليو بتاعتنا خلاص بال $100. ممتاز جدا، ممتاز. خلاص؟ طيب بالنسبه للايرند فاليو، الايرند فاليو ديت طبعا بتيجي قلنا على طريق عن طريق البرفورمانس بتاعك. حضرتك عملت قد ايه؟ عملت 3 وول، الثلاثه وول ده المفروض يتكلفوا البادجت بتاعهم 50. كويس، الناس كلها متابعه معانا، يبقى الايرند فاليو بتاعتنا 150. ممتاز جدا. الاكشوال كوست اللي المفروض حضرتك صرفته فعلي على النشاط دوت اللي هو ال 120. ممتاز جدا. طيب لو جينا كبرنا المثال شويه عندنا وقلنا ان في برنامج زمني عندنا متقسم على 5 ايام، في نشاط A السطر دي كامل، النشاط B واخد معانا السطر دي والساندي، النشاط C واخد معانا الساندي والماندي، النشاط D واخد معانا تيوزدي والوينزدي. جميل؟ وجيت قلت لحضرتك ان النشاط A دوت البلاند بتاعت الكوست بتاعته $50، والنشاط بي البلاند فاليو بتاعته للنشاط ككل $100، والنشاط سي $200، والنشاط دي $100. وجيت قلت لحضرتك انا في نهايه اليوم الثاني دلوقتي، يعني بعد نهايه الساندي بالظبط قبل بدايه يوم الاثنين. خلاص، وطلبت من حضرتك ان انت تحسب لي الايرند فاليو، البلاند فاليو والايرند فاليو والاكشوال كوست. هنقول ان بالنسبه اول حاجه للبلاند فاليو احنا عندنا قيمه هنا $50، القيمه للنشاط بي بالكامل هيفترض انه خلص ابقى $100، النشاط سي هنفترض ان ال $200 دول متوزعه يونيفورم عليه بالتساوي، يعني في اليوم الاول $100 وفي اليوم الثاني $100، يعني كده قيمه البلاند فاليو بتاعتي 250. جميل؟ طيب بالنسبه للبرفورمانس بتاعي ايه؟ لان انا لازم عشان احسب الايرنت فاليو احسب البرفورمانس بتاعي. فجيت انت خدت الداتا بتاعتك ان البرفورمانس في الاكتيفيتي اي كان 100%، البرفورمانس في الاكتيفيتي بي في نهايه يوم الاحد كان 80%، البرفورمانس بتاع الاكتيفيتي سي 20%، والبرفورمانس بتاعتي طبعا لسه ما ابتداش 0%. فحضرتك بتحسب البرفورمانس بتاعك بناء على القيمه البلاند اللي كان حضرتك المفروض تدفعها للنشاط دوت. فلو طبقنا الكلام دوت على المثال اللي عندنا دلوقتي، هنقول ان عندنا 100% عندنا $50 هنا، 80% عندنا $80 هنا، وعندنا $40 هنا هو، فالايرنت فاليو مظبوط هتطلع معانا ب $170. طب بالنسبه للاكشوال كوست، يبقى لازم حضرتك تعرف الاكشوال كوست اللي اتصرفت على الانشطه ديت كام. حضرتك قال لك البروجريس ريبورت عندك ان انا صرفت $60 على النشاط A، وصرفت $110 على النشاط B، وصرفت $30 على النشاط C. خلاص؟ وصفر للنشاط D. فمن كده اعرف ان الاكشوال كوست بتاعي مجموع الانشطه ديت، خلاص؟ مجموع عفوا التكاليف ديت على النشاط، وطلعت ان الاكشوال فاليو بتاعتي او الاكشوال كوست بتاعتي $200. طيب الكلام دوت نقدر نرسمه ازاي على الكيرف علشان نقدر نوضح بيه للناس ازاي الموضوع ده ماشي. فعندي انا برسم الكاش فلو بتاعي او الاس كيرف دايما ما بين الكوست والتايم. خلاص؟ الكوست على المحور الرأسي والتايم على المحور الافقي، ودايما ببقى محدد اليوم اللي حضرتك واقف فيه اللي هو توداي
او بالنسبه لبرنامج البريمافيرا، ان احنا شغالين على برنامج البريمافيرا هو اللي احنا بنعتبره الداتا دي. مظبوط، الناس مركزه؟ ممتاز ممتاز ممتاز. فعند حضرتك البلاند فاليو بيبقى مستمر معاك للمشروع بالكامل، لان حضرتك انت مخطط القيمه بتاعت المشروع دوت من بدايه المشروع لحد نهايه المشروع في اخر يوم. فعندك القيمه اللي بتبقى متقطعه معاك مع الداتا ديت الراسي هو ده اللي احنا بنطلق عليها البلاند فاليو، واللي احنا في مثالنا السابق انها قلنا ان هي $250. بعد كده حضرتك بترسم كيرف بيتوقف الى خط الداتا ديت، لان حضرتك ما عندكش بعد كده هو البيانات، هو دوت اللي احنا بنسميه الاكشوال كوست اللي حضرتك صرفته. فمنطقي جدا ان الاكشوال كوست يتوقف عند الداتا ديت، لان ما فيش مصاريف انت صرفتها لسه في المستقبل. وبرضو الكيرف بتاع الايرند فاليو خلاص، وده القيمه الاعمال اللي حضرتك اكتسبتها نتيجه الاداء بتاعك، بيتوقف برضو عند الداتا ديت بتاعك، وده اللي احنا بنطلق عليه الايرنت فاليو بتاعه المشروع بتاعنا او بتاعه الاعمال اللي تمت الى وقتنا الحالي. جميل جميل. طيب انا طلعت الثلاث قيم دلوقتي خلاص، فمهم جدا اعرف الفروقات والمعاملات اللي ما بينهم علشان اقدر اقيم المشروع بتاعي. هقدر انا استعمل الثلاث قيم دي ازاي علشان اقيم المشروع بتاعي؟ فانا عندي في حاجتين مهمين جدا، ان احنا هنقيس بالاداه ديت التايم بتاع المشروع بتاعنا، انا عامل ايه في التايم، وهقيس بيها الكوست خلاص. وهم دول الاداتين الحاجتين اللي بقدر اقيسهم في البرنامج الزمني اللي انا مدخله على برنامج البرمافيرا. فلو جيت سالت نفسي سؤال، طب انا ايه اخباري بالنسبه للتايم؟ ماشي على السكادجول، بعيد عن السكادجول؟ فحضرتك بتقيس الكلام دوت بناء على الثلاث قيم اللي حضرتك طلعتهم، البلاند فاليو، الاكشوال كوست، والايرند فاليو خلاص. وبتيجي تسال حضرتك، بتسال نفسك سؤال تاني، طب انا عامل ايه في الكوست؟ هل انا اوفر بادجت، صارف اكتر من المفروض ان انا اصرفه، او صارف اقل من ان انا اصرفه؟ فبتكلم على الكوست. فدول الحاجتين مهمين جدا اللي حضرتك بتقيسهم. وبالنسبه للمعاملات والفاريانس اللي عندنا والاندكس بنطلعها بالنسبه للتايم والكوست زي ما قلنا في وقتنا الحالي، وبنقدر ندي فوركاستنج للمستقبل، انا هتنبأ ان انا في نهايه المشروع دوت هيتكلف قد ايه، وهاخد مده زمنيه قد ايه في المشروع دوت. طب الكلام ده بنعرفه ازاي؟ بنيجي نسأل نفسنا سؤال مهم جدا، طب انا يعني انا سابق البرنامج الزمني ولا بيهايند السكادجول، اهيد اور بيهايند السكادجول بتاعي؟ فباجي احسب معامل اسمه السكادجول فارينس، او الفرق في السكادجول، وده بيساوي دايما عندنا الايرنت فاليو مطروحه من الايه، البلاند فاليو، بنطرح منها عفوا البلاند فاليو خلاص. والقيمه ديت طبعا عشان طرح قيمتين من بعض، يا بتطلع عندنا بالموجب يا بتطلع بالماينس. في حاله انها طلعت بالموجب عندنا، يبقى انا اهيد سكادجول، انا متقدم على السكادجول، لان قيمه الاعمال اللي انا اكتسبتها او القيمه الماديه للاعمال اللي انا اديتها اعلى من القيمه اللي انا كنت مخطط عليها خلاص. فده طبعا بيديك اندكس ان انت متقدم على السكادجول بتاعك، وبيديك القيمه انت متقدم قد ايه. طيب في حاله ان القيمه دي طلعت نيجاتيف، يبقى انت بيهايند السكادجول بتاعك، وده فعلا منطقي جدا، لان انت كنت مخطط ان حضرتك تصرف $100، حضرتك صرفت $80، يعني انت حضرتك متاخر عن السكادجول بتاعك في البرفورمانس، لان انا بقيس مع البرفورمانس خلاص. السؤال المقابل ليه في الكوست، انا صارف اقل من البادجت بتاعي ولا اعلى من البادجت؟ فبحسب حاجه اسمها الكوست فاريانس، والكوست فاريانس دوت اللي هو الفرق في التكلفه بتاعتي، ودايما بيساوي الايرنت فاليو مطروح منها الاكشوال كوست خلاص. وده بيديني برضو قيمتين، يا اما تكون بوزيتيف يا اما تكون ماينس. في حاله البوزيتيف جميل، انا بعرف ان انا اندر بادجت، لان في فرق ما بين الاكشوال كوست والايرنت فاليو خلاص. الايرنت فاليو اللي انا عملت لها برفورمانس بتبقى اعلى من الاكشوال كوست خلاص، يبقى انا اندر بادجت. لكن لو طلعت عندي بالماينس، يعني الشغل اللي انا اديته اقل من المصاريف اللي انا صرفتها، فده بيديني انديكيتور ان انا اوفر بادجت، ان انا اعلى من الميزانيه اللي انا مقررها.
السؤال اللي انا بساله في التايم بتاعي، طب انا ايه مدى كفاءتي في استغلال التايم بتاعي؟ انا مستغل التايم ده بانهي كفاءه؟ فبطلع حاجه اسمها السكادجول بيرفورمانس اندكس، والسكادجول بيرفورمانس اندكس دوت بيساوي دايما الايرند فاليو. انت في جميع المعادلات دي تذكر دايما ان الايرند فاليو بتيجي في الاول خلاص، سواء في عمليه الطرح ان انت تجيب المتغيرات، او في عمليه القسمه اللي حضرتك بتجيب بيها الاندكس بتاعك او المعامل بتاعك خلاص. دايما بنستعمل الايرند فاليو في الاول، ودايما بنستعمل البلاند فاليو في حاله التايم، بنستعمل الاكشوال كوست في حاله الكوست. جميل. بعد ما حضرتك طلعت معامل ادائك في السكادجول بتاعك او في التايم، المعامل دوت قسمة عددين على بعض، يا يطلع اكبر من الواحد او اقل من الواحد. في حالة ان المعامل دوت طلع اكبر من الواحد، يعني معنى الايرند فاليو اعلى من البلاند فاليو، ده يدينا كفاءة كويسة ولا كفاءة باد ولا جود؟ شوانسين مركزين ولا ايه؟ جميل. في حالة إن طلع أكبر من الواحد، مظبوط، بيدينا الجود كفاءة ممتازة، خلاص أنا بستعمل التايم بتاعي كفاءة كويسة. في حالة إنه طلع أقل من الواحد، لا، يبقى أنا عندي مشكلة في استغلال التايم بتاعي، والتايم بتاعي مش مظبوط. جميل. يبقى إحنا عندنا الفاريانس دوت بيطلع لك قيمة الفرق ما بين القيمة المكتسبة والقيمة المخطط ليها، اما الاندكس السكادجوال بيرفورمانس اندكس ده بيطلع لك اندكس معامل بيقول لك انت حضرتك ماشي بالكفاءه المطلوبه. يعني لو طلع واحد معناه ايه؟ لو طلع السكادجوال بيرفورمانس اندكس بتاعك واحد معناه ايه؟ مش منزين بسألك. جميل. مهندس محمد عبد الوهاب، يبقى حضرتك ماشي اون سكادجول بالظبط، وده طبعا من المستحيلات ان هو يطلع كده. يعني يبقى انت حضرتك ماشي، قيمه الاداء بتاعك مظبوط جدا، الكفاءه بتاعتك 100%، قيمه الاداء الايرند فاليو اللي هو القيمه الماديه اللي انت عملت له بيرفورمانس، الاداء بتاعك طالع نفس القيمه اللي حضرتك مخطط ليها خلاص. طيب ايه المقابل للكلام دوت في الكوست؟ المقابل للكلام ده في الكوست ان انا هل انا بستخدم الريسورس بتاعتي او اللي انا بصرف عليها الفلوس بالكفاءه المطلوبه؟ طيب ده اعرفه ازاي؟ بحدد حاجه اسمها الكوست بيرفورمانس اندكس، والكوست بيرفورمانس اندكس دايما قلنا ان الايرنت فاليو بتيجي اول، يبقى هنقول الايرنت فاليو على اللي دايما بنستخدمه مع الكوست هو الاكشوال كوست، يبقى على الاكشوال كوست. وده برضو رقمين مقسومين على بعض، يا اما يكون اكبر من الواحد او اقل من الواحد، ولو اكبر من الواحد يبقى انا بادي بكفاءه كويسه في استغلال الفلوس اللي انا بصرفها، ولو اقل من الواحد انا عندي مشكله في الجدول الزمني. واضحه الحسابات يا باشمهندسين بتاعه الفاريانس والاندكس بتاع التايم والكوست بتاعك؟ ممتاز جدا، لازم حضرتك تكتب الكلام ده 100%. طبعا مش مطلوب من حضرتك ان انت تحفظ معادلات، البرنامج بيحسب لك كل الكلام دوت، بس انا بقولها لحضرتك لان انت هتطلع لك ارقام، هتطلع لك نتائج، فلازم حضرتك تبقى عارف النتائج دي عباره عن ايه. البرنامج مش هيقول لك النتيجه دي كويسه ولا وحشه، البرنامج هيديك النتائج والارقام النهائيه بتاعت الفاريانسز والاندكسز، فلازم حضرتك تبقى عارف المعاملات دي بتمثل ايه وجايه هي اصلا من انهي معادله. اوكي. جميل. بعد كده بيطلع لنا الجدول الظريف دوت، ان احنا لو قلنا ان البرفورمانس عندنا ما بين الكوست والسكادجول، وجقسم ما بين السكادجول فاريانس والسكادجول برفورمانس اندكس اكبر من واحد واكبر من واحد، فقال لك ان هو هنا اهيد اوف سكادجول واندر بادجت. ده كله تقسيمه للجدول بتاعك، بتقدر تفهم فيها انت حضرتك رايح فين وجاي منين بالنسبه للفاريانس بتاعتك والاندكس بتاعك. جميل. طيب هنحاول ان احنا نوضح الكلام دوت على الشارت بتاعنا. فقلنا ان عندنا اللي هو الكيرف بتاع البلاند فاليو ده، حضرتك بتسميه اللي هو البلاند بيز لاين بتاعك خلاص، وبيديك حاجه اسمها البادجت ات كومبليشن، ديت القيمه بتاعه البادجت بتاع المشروع بتاعك اللي حضرتك عامل له بلان، يعني دي القيمه البلاند بتاعتك خلاص.
وجاي عندك الداتا دي بتاعك اللي انت بتقيس عليه هنا هو في منتصف مثلا، وبنقول ان ده اللي هو توداي او الداتا ديت اللي احنا دخلنا فيه اخر تحديث للبرنامج الزمني بتاعنا، وقلنا ان التقاطع ده عباره عن البلاند فاليو بتاعتي، وعندي الكيرف بتاع الاكشوال كوست، والتقاطع مع الداتا ديت بنعيد تاني ان هو الاكشوال كوست بتاعك خلاص، وعندك الكيرف بتاع الايرنت فاليو وبيديك قيمه الايرنت فاليو. الفرق ما بين الايرنت فاليو والبلاند فاليو ده قلنا عليه ايه؟ الفرق ما بين الايرنت فاليو والبلاند فاليو جميل جدا، السكادجول فاريانس. ممتاز، الناس مركزه، وده بيساوي الايرنت فاليو مطروح منها البلاند فاليو. بعد كده عندنا الفرق الثاني اللي هو ما بين، عفوا، احنا عندنا السكادجول بيرفورمانس اندكس، قلنا ان هي قيمه الايرنت فاليو مقسومه على البلاند فاليو. جميل. بعد كده عندنا الفرق ما بين الاكشوال كوست والايرنت فاليو، عفوا، والاكشوال كوست هو اللي بيطلع لنا الفارينس بتاع الكوست بتاعي. جميل جدا، وهو بيساوي الايرنت فاليو ناقص الاكشوال كوست، وبنطلع معامل الكوست بتاعي، وبنطلع معامل الكوست بتاعي بقسمة الايرنت فاليو على الاكشوال كوست. جميل. طيب لو رجعنا نحسب الكلام دوت للبرنامج الزمني بتاعنا ونقدر نحلل من الارقام ده البرنامج الزمني اللي احنا افترضناه ده عامل ازاي؟ احنا كنا قلنا ان البلاند فاليو ب 250، الايرنت فاليو ب 170، والاكشوال كوست ب 200. فهاجي اول حاجه بحسبها السكيدول فارينس بتاعي، اقول ان هو الايرنت فاليو اللي هي ال 170 ناقص البلاند فاليو اللي هي ال 250 طلع لي ماينس 80. ماينس 80 ده معناه ايه؟ behind مش good، behind مظبوط، انت behind the schedule. دايما الماينس عندك بيدل على حاجه سيئه، لان حضرتك انت بتقارن بالearned value. خلاص، الearned value ديت اللي هي قيمه الشغل اللي حضرتك مكتسبه من ادائك، دايما كده هو. فهنا النتيجه عندنا الماينس 80، ده حضرتك السكيدول بتاعك متاخر عن المفروض كان حضرتك تعمله. طيب بالنسبه للكوست فايرنس، قلنا ان حضرتك بتطرح الايرنت فاليو ماينس الاكشوال كوست، اعطيتك ماينس 30، يعني انت ايه؟ اوفر بادجت. ممتاز. طيب بالنسبه للاندكس بتاعي، عندي السكيدول بيرفورمانس اندكس، ده بيساوي دايما الايرنت فاليو او القيمه اللي حضرتك اكتسبتها على البلاند فاليو. ال 170 على 250 طلعت 0.68. 0.68 يعني اقل من الواحد، ومعنى ان اقل من الواحد ان انت كفاءتك سيئه جدا في استخدام، فعلا في استخدام الوقت بتاعك. وبالنسبه للكوست بيرفورمانس اندكس برضو طلع اقل من الواحد، يعني انت كفاءتك سيئه في استخدام الكوست. جميل، يعني معنى اخر ان البرنامج الزمني اللي احنا حاطينه ده ضايع خالص من جميع الاتجاهات. جميل. طيب ده بالنسبه للايه؟ بالنسبه للوقت الحاضر، حضرتك حددت الفروقات في السكادجول وفي التايم بتاعك، التايم عفوا، وفي الكوست بتاعك، وحددت الاندكس المعاملات بتاعتك. طيب بالنسبه للفوركاستنج او اللوكينج اهيد، النظره المستقبليه للمشروع بتاعك هيعمل ايه فيما بعد؟ ففي حضرتك حاجات لازم تبقى عارفها، ان احنا بنتوقع حاجات بالنسبه للتايم، وبنتوقع حاجات بالنسبه للكوست. طب لو سالنا بعضنا كده، هو ايه اللي احنا هنتوقعه بالنسبه للتايم؟ حد يقدر يقول للمهندسين ايه اللي ممكن نتوقعه بالنسبه للتايم؟ جميل، متأخر ولا لا حضرتك هتعرفها دلوقتي، أنا عايز أعرف فيما بعد. فيما بعد اللي أنا هقدر أحدده خلاص إن المشروع ده هيخلص معايا إمتى. زي ما قال المهندس يسري مثلا، الديلي بتاعي قد إيه؟ التأخير بتاعي قد إيه؟ اللي أنا متوقعه دايما بيجي في المستقبل. خلاص؟ استمرار معدلات، مهندس عمرو، استمرار معدلات الأداء كما هي، ده اللي هيحددها الموقع مش حضرتك، انت ما تقدرش تحددها، انت معدلات الأداء بتاعك والفروقات اللي حضرتك طلعتها النهارده ده انديكيتور على الفترة السابقة اللي حضرتك خدت منها البروجرس. لكن توقعات الأداء فيما بعد حضرتك مش هتقدر تتوقعها دلوقتي. اوكي؟
برسنتج كومبليت. مهندس اي سيفن لسه الموضوع ده قدام شويه، ما لهاش علاقه بالبرسنتج كومبليت. انا بشوف المشروع بتاعي اهم حاجه هتطلعها لي من الفوركاستنج بتاع، انا بتكلم على الفوركاستنج. جميل جدا، ده في الكوست، احنا بنتكلم في التايم دلوقتي. خلاص، ان انا عايز اشوف المشروع ده هيخلص امتى. خلاص، فاحنا سالنا نفسنا سؤال اللي هو انا هخلص امتى، هو ده اهم سؤال انت تقدر تساله لنفسك، انت هتخلص امتى. فانت تخلص امتى دوت، في حاجه عندك اسمها السكيدجول ات كومبليشن. السكيدجول ات كومبليشن او الساك ده حضرتك بتحسبه بالبروجكت توتال تايم اللي عملت له سكيدجول مقسوم على السكيدجول بيرفورمانس اندكس. وده يدل على ايه؟ يدل ان انت حضرتك خدت معدل الاداء بتاع الفتره اللي فاتت وتوقعت، او ان انت قلت ان اسوأ الفروض ان يستمر هذا المعدل في الفتره الباقيه من المشروع. فعشان يستمر في الفتره الباقيه من المشروع، حضرتك خدت التوتال بتاع البروجكت تايم بتاعك وقسمته على الاس بي اي او السكجول بيرفورمانس اندكس بتاعنا. واضحه الفكره؟ فانت هنا بتفترض ان الاداء اللي ماشى عليه المشروع في الاول هيستمر بنفس الاداء بتاعه. خلاص؟ وبالنسبه للمثال بتاعنا، لو حضرتك تفتكر ان السكجول بتاعنا كان 5 ايام، لو قسمناه على ال 0.68 دوت السكجول بيرفورمانس اندكس، طلع لنا ان المشروع بتاعي بدل ما هيخلص في 5 ايام، لا ده هيخلص في 7 ايام 0.35. خلاص؟ طيب ايه تاني اقدر استفيد منه؟ طيب المشروع بتاعي هيتاخر قد ايه؟ مهندس وليد، كل الحسابات ديت البرنامج بيحسبها. جميل؟ ما عليك ان انت بتطلع بس الكولوم بتاع اللي موجود فيه الحسابات ديت. بس حاجة مهمة جدا، لازم حضرتك تعرف معنى الحسابات دي ايه؟ الرقم لو سالب يبقى ايه عندك؟ الرقم لو موجب يبقى ايه؟ الرقم لو اكبر من صفر او اعلى او اقل من صفر. البرنامج مش هيقول لك المشروع دوت متقدم ولا متاخر، هيدي لك جرافات، منحنيات عفوا، وارقام. فلازم حضرتك تبقى عارف الارقام دي جايه منين، علشان حضرتك مش جاست ان انت سالب تبقى كويسه، سالب تبقى سيئه، موجب تبقى كويسه، مش جاست. الفكره مش كده، الفكره لازم حضرتك تبقى فاهم تماما ازاي بنستخدم الايرنت فاليو مانجمنت في حساب البرفورمانس بتاع المشروع. يعني واضح الموضوع؟ جميل. فاحنا النقطه الثانيه اللي بنحسبها حضرتك اللي هو الديلي على السكيدجول بتاعي، ده سهل جدا. بقول السكيدجول ديلي ات كومبليشن، السكيدجول ديلي ات كومبليشن، لا فاتت منك دي، مش وانس اي سيفن. السكيدجول بنقول ان هو الساك ماينس البروجكت توتال تايم، ده مده التاخير حضرتك، مده التاخير اللي من التوتال. ايوه مظبوط، اللي هو اليومين وال 35 من 100، ده حضرتك المده اللي هيتاخرها المشروع بتاعي. خلاص، احنا بنتكلم في تايم، ما زلنا بنتكلم في تايم، فالتايم لازم يطلع عندك بالديز. انت عندك 5 دايز حطيتهم من اهوت، 5 ايام حسبتهم على الاداء السيء بتاعك اللي انت عملته في السكادجول بيرفورمانس اندكس، طلع لك ان المده حضرتك هتطول معاك، هتاخد بدل 5 ايام 7 35. طب الفرق ما بينهم دول كام؟ هو ده السكادجول ديلي ات كومبليشن بتاعي اللي انا بطلعه للمشروع. جميل، وطلع عندي هنا هو الاثنين 35. طيب الكلام دوت اظهره على الكيرف ازاي؟ انا عندي الكيرف هو اللي عندي موجود اهو. الفرق ان انا بتوقع استمرار للاكشوال كوست بتاعي، ان بتوقع المصاريف اللي انا هصرفها في المستقبل بناء على ايه؟ بناء على مستوى الاداء اللي انا اديت بيه في الفتره السابقه. جميل، وبناء عليه بيطلع لي كيرف تاني بيمتد للاي سي. في نقطه مهمه جدا حضرتك لازم تعرفها، ان الاي سي هيمتد مع البلاند فاليو. خلاص، بس اللي استحاله يمتد هو الايرنت فاليو. يعني احنا لو مثلنا الكلام ده هتلاقي الايرنت فاليو بعد الداتا ديت مستمر خط افقي، معنى كده ان القيمه دي ثابته. واضحه النقطه ديت؟ اللي بيستمر دايما معاك البلاند فاليو لان انت مخططه في المستقبل من الاول، والاكشوال كوست. الاكشوال كوست بيستمر ليه حضرتك؟ لان حضرتك بتتوقع المصاريف اللي هتصرفها في الفتره اللي جايه للمشروع. تمام؟ جميل جدا. بعد كده عندنا قيمة تانية مقابلة للباك بتظهر، وهي الـ EAC أو الـ Estimate at Completion أو تقديرك للتكلفة عند اكتمال المشروع. جميل؟
اونلي ان فوركاست، مظبوط، بس في المستقبل او في التوقع خلاص، لكن على برنامج البرمافيرا هيظهر لك، لان برنامج البرمافيرا بيحسب لك الكلام دوت. احنا بنقول دايما خد قاعده، اللي بيمر بعد خط الداتا ديت، اللي بيمر بعد خط الداتا ديت البلاند فاليو، لان انت حضرتك مخططها من الاول في المستقبل، وبيمر معاك الاكشوال كوست، لان حضرتك البرنامج بيحسب لك توقع المصاريف اللي حضرتك هتصرفها في الفتره اللي جايه. الوحيد اللي هيقف ومش هيستمر هو الايرند فاليو. ليه؟ ليه مش هيستمر الايرند فاليو؟ حد مركز معايا؟ لانه في الواقع، لان القيمه الحقيقيه جميل. بص احنا تاني هنرجع للتعريف اللي احنا عرفناه، القيمه الايرنت فاليو دي هي القيمه الماديه اللي حضرتك اكتسبتها نتيجه البرفورمانس بتاعك. فاحنا وقفنا النهارده خلاص، انت ما عملتش برفورمانس لبكره لسه، فالبرفورمانس بتاعك اللي حضرتك اكتسبته، القيمه اللي انت اكتسبتها من الاداء بتاعك وقفت لحد النهارده، لان انت خلاص انت مش شغال لسه في المستقبل، ما انتش عارف البرفورمانس بتاعك هيبقى في المستقبل ايه. جميل؟ ممتاز. فعندنا حضرتك احنا قلنا ما بين الفرق ما بين الايرنت فاليو والبلاند فاليو، خلاص هو دوت اللي قلنا عليه السكادجول فاريانس، وده بنستخدمه في التايم، ومقابل ليه السكادجول برفورمانس اندكس، هو قيمه الايرنت فاليو مقسوم على البلاند فاليو. تاني بنراجع للناس القيمه المقابله على التايم، شايف حضرتك الكيرف الاحمر دوت اللي عطانا الاستيميت ات كومبليشن، القيمه المقابله للتايم القيمه ديت، دي قيمه ماديه، القيمه المقابله للتايم ليها هي اللي احنا بنقول عليها الساك او السكادجول ات كومبليشن، او مده انتهاء المشروع بناء على التوقع اللي انا توقعته. في حاله وجود، لا حاله وجود دفعه مقدمه دي حاجه تانيه خالص، ما لهاش علاقه بالموضوع، لان حضرتك لما بتيجي بتحسب، احنا قلنا برضو حاول تفصل حضرتك ما بين الكاش ان بتاعك والكاش اوت، افصل. المشكله ان الناس رابطه الموضوع جامد ببعض، انت في حاله وجود دفعات مقدمه، او انت شغال معظم شغل، انت حضرتك مهندس مدني متعاقد، فالشغل اللي حضرتك واخده في العقد بتاعك ده فيكسد برايس كونتراكت. جميل، حضرتك واخد جداول كميات بتقدم مستخلصات للمقاول، مش هو الاكشوال كوست اللي حضرتك صرفته. انت حضرتك لو جينا، لو تفتكروا في الريسورس، لما اتكلمنا في الريسورس وقلنا ان حضرتك في ناس كتيره بتسال ازاي ادخل قيمه القيمه بتاعه البي او كيو، او قيمه المستخلص، قيمه عفوا المقايسه بتاعتي على البرنامج الزمني بتاعي، وقلنا ان احنا ممكن نعمل ريسورس وهمي اسمه الكاش ان او الكاش اوت، ونفصل فيه ضربية بنعمله لمسم، فبنفصل الضربية بتاعة اليونتس من الكوست، ونحط الكوست، ويبقى دوت الكوست بتاع البرنامج بتاعك. حضرتك لو استعملت الكلام دوت في الايرنت فاليو مش هيطلع لك قيم صحيحة تماما، هيطلع لك ارقام خيالية وارقام وهمية خلاص، ومش هي اللي بتنم ابدا على الاداء بتاعك. احنا بنتكلم في الحالة الفرضية ان المفروض حضرتك بتدخل، تسيبك خالص من حضرتك السعر اللي انت واخد فيه في المقايسة، حضرتك بتدخل قيمة المشروع كبلان خلاص للاكشوال كوست اللي حضرتك هتصرفه، عفوا يعني مش الاكشوال كوست اللي حضرتك صرفته، انت بتخطط للمشروع، انت واخد المقايسة مثلا سيب مليون خلاص، لا انت مخطط ان انت هتصرف على الكلام دوت 800000، فال 800000 دي حضرتك اللي بتحطها البلاند فاليو بتاعتك، بتيجي بعد كده اللي صرفته في الموقع فعلي والعماله اللي استعملتها في الموقع فعلي هي ديت الاكشوال كوست بتاعتك. فانت دايما بتقارن البرنامج الزمني بالريسورس والتكاليف اللي كان المفروض تدفعها بالموقع، ودي مفصوله تماما عن موضوع الكاش ان. علاقتك بقى مع الكاش ان والكاش اوت ودفعات المشروع والكلام دوت بتيجي في مرحله متقدمه جدا من البرنامج، وما بتستعملش فيها البرنامج قد كده دوت على قد ما بتستعمل فيها شتات اكسل عشان تطلع لك الشغل دوت. واضح الكلام يا باشمهندس؟ لان ايوه مهندس عمرو، لان الكلام ده كله معظمه في دراسه الميزانيه بتاعت المشروع والكاش ان بتاعك والكاش اوت ومكسبك وفايدتك وفايده البنك لو واخد تمويل، وقصه طويله جدا ملهاش علاقه بالبرنامج على قد ما هي ليها علاقه بحسابات ماليه. تمام؟ نرجع لموضوعنا تاني، وقلنا ان التوقعي لاستمرار الاكشوال كوست ده بيديني حاجه اسمها الاستيميت ات كومبليشن، ودي قيمه
ماديه قيمه فلوس خلاص للتقدير للمشروع لما ينتهي. المقابل لقيمه الفلوس ديت على المحور الراسي منه على المحور الافقي هو الساك او السكجول ات كومبليشن او مده انتهاء المشروع بعد التوقع اللي انا توقعه. ممتاز، ودي بتدي لك تايم طبعا. الحاجه الثانيه اللي احنا حسبناها اللي هو الفرق ما بين الباك والاياك دوت او البادجت ات كومبليشن من الاستيميت ات كومبليشن اللي هو دوت الديلي بتاع السكادجول بتاعي او السداك بتاع السكادجول ديلي ات كومبليشن، المشروع بتاعي هيتاخر قد ايه عن المفروض كان يتنفذ فيه. تمام، وضحت المعاملين اللي احنا طلعناهم دلوقتي اللي هو الاس سكادجول ات كومبليشن والسكادجول ديلي ات كومبليشن، دول اللي طلعناهم من توقعات المستقبل بالنسبه للتايم. تمام، ممتاز جدا. طيب بالنسبه للكوست طبعا احنا بنعمل فوركاستنج كمان ولوكينج اهيد للكوست بتاعنا، هندي توقعات لنفسنا عن ايه بقى؟ عن اول حاجه مدى الكفاءه خلاص اللي مطلوبه مننا علشان نستعمل الريسورس المتبقيه. لا خلي الاي تي سي دلوقتي انا هذكره في الاخر، انا عايز اذكرك بس شويه حاجات مهمه بالنسبه لك حضرتك تركز فيهم. انا دلوقتي متبقي عندي ريسورس او متبقي عندي مصاريف انا هصرفها خلاص، فلازم حضرتك تحسب معامل مهم جدا 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 اسمه تو كومبليت بيرفورمانس اندكس، وده معامل استغلال الكوست بتاعك خلاص في الفتره القادمه. ليه بيطلع المعامل ده؟ المعامل ده حضرتك هو الانديكيتور الوحيد للبرفورمانس المفروض يكون ايه في الفتره القادمه علشان حضرتك ترجع تاني تعوض اللي فاتك في الكوست وفي التايم بتاعك. التو كومبليت بيرفورمانس اندكس معامل مهم جدا وهنذكره معانا قدام، لان هو دوت اللي هيحكم لنا لما نيجي نعمل كومبريس للسكادجول بتاعنا، نضغط السكادجول بتاعنا بالفاست تراكنج او الكراشنج، هو دوت اللي هنفضل باصين عليه لحد ما يساوي معانا الواحد. جميل. تاني حاجه حضرتك بتطلعها او بتحسبها للمشروع بتاعك، انت هتصرف قد ايه؟ المتوقع ان انا في الفتره اللي جايه دلوقتي هصرف قد ايه، فبطلع اللي احنا اتكلمنا عليه الاي اي سي او الاستيميت ات كومبليشن، وده حضرتك بيتحسب جميل جدا بيتحسب بقيمه الباك او البادجت ات كومبليشن على السي بي اي. ده افترضنا ايه احنا هنا في المعادله ديت؟ حد يقدر يقول لي افترضنا ايه؟ لا على السي بي اي. كوست على كوست يا مهندس نادر هيطلع لك نسبه، احنا عايزين نطلع قيمه، احنا بنطلع قيمه خلاص، فلازم نقسم قيمه على معامل هتطلع لنا قيمه. طيب تاني، انا هنا لما حسبت الايه الاستيميت ات كومبليشن خدت البادجت بتاع المشروع، نفس الفكره بالظبط ان الكوست الحقيقي سيستمر الى اخر المشروع. مهندس يسري مظبوط، بس هي شويه افترضنا ان كفاءة الصرف تستمر في نفس المعدل. ممتاز جدا، هو دوت التعريف المظبوط اللي المهندس عبد الباري ذكره خلاص، ان احنا افترضنا نفس الافتراض بالظبط اللي حضرتك افترضته في التايم افترضته هنا في الكوست. انت افترضت ان معدل صرفك للفلوس او معدل كفاءة صرفك في الفلوس هيستمر كما هو، وهو دوت حضرتك قسمت على الكوست بيرفورمانس اندكس طلع معاك الايه؟ الاستيميت ات كومبريشن. جميل جدا، الاي سي بلس الاي تي سي. جميل، انا هذكر الاي تي سي دلوقتي، اديني بس دقيقه يا مهندس نادر خلاص. طيب حضرتك انت بعد ما تخلص حضرتك هتبقى اوفر بادجت ولا اندر بادجت، حضرتك بتحسب حاجه اسمها الفاريانس ات كومبليشن، وده فرق الباك ماينس الاي اي سي او فرق القيمه الكليه للمشروع اللي انت كنت مخططها ناقص القيمه الكليه الفعليه اللي حضرتك وصلت له. طيب احنا في عندنا حاجه مهمه جدا اللي الباشمهندسين عمالين يذكروها، الاي تي سي. الاي تي سي دوت، الاي تي سي ده اللي هو قيمه العمل المتبقي. احنا لما ذكرنا الاستيميت ات كومبليشن قلنا قيمه المشروع ككل في النهايه هتكون كام، لكن بالنسبه للاي تي سي، الاي تي سي هو الاستيميت تو كومبليت، انا محتاج قد ايه فلوس علشان اكمل المشروع بتاعي. والاي تي سي دوت خلاص بنحسبه بالبادجت ات كومبليشن ماينس الايرنت فاليو
على السي بي اي. ليه طرحنا الايرنت فاليو ما طرحناش الاكشوال كوست؟ باشمهندسين ليه لما حسبنا الاي تي سي طرحنا الايرنت فاليو مش الاكشوال كوست؟ عشان دي الفلوس اللي انا حصلتها فعلا. ماشي، يعني انتوا اجاباتكم كلها حوالين النقطه. ماشي، جميل جدا. يعني ان قيمه الايرنت فاليو دي حضرتك قيمه الشغل اللي انت اكتسبته. خلاص، قيمه الشغل اللي انت اكتسبته، فبتطرح منها بتطرحها من قيمه الشغل اللي كان مخطط ان هو يتصرف عليه. جميل، وبتقسمها على الكوست بيرفورمانس اندكس. عموما اللي انتوا في كام واحد هنا متابع كورس البي ام بي، او واخد بي ام بي، او عنده فكره عن البي ام بي؟ في حد متابع مع المهندس محمد عزمت؟ ممتاز، معظم الناس متابعه، ممتاز جدا. الاي تي سي، الاي تي سي اللي فاكر بقى المحاضره ومذاكر كويس، ليها كذا طريقه للحساب، ليها 4 طرق للحساب. مظبوط؟ مظبوط ولا نسيته؟ في باب التايم. مظبوط، خلاص؟ جميل جدا. وال4 طرق دول احنا انا هوريه لكم بعد ما هنخلص الشرح على الايرنت فاليو، هنخش على البرنامج عشان نشوف الكلام ده بنطلعه ازاي من البرنامج وبنعمله ازاي على البرنامج. فما تاخدش المعادله ديت في الاهتمام على قد ما حضرتك لازم تبقى فاهم واويه تماما. لو حضرتك ما انتش عارف ال4 طرق، افتح البين بوك ودور على الكنترول بوست، وحضرتك تشوف الاي تي سي دي بتتحسب ازاي بال4 خلاص، لانها مهمه جدا جدا تبقى عارفهم، لان دول هتحددهم في برنامج البرمجه. خلاص، ومن هنا بيطلع لنا معادله تانية كده صغيره، ان برضو الاستيميت ات كومبليشن بيساوي الاستيميت تو كومبليت بلس الاكشوال كوست بتاعك. يبقى انا اللي هي القيمه الكليه للمشروع عندي في النهايه بتساوي القيمه الاكشوال اللي انا صرفتها الى الان زائد القيمه المتوقعه للاعمال المتبقيه. تمام كده؟ جميل. طيب الكلام ده وضحه على الكيرف ازاي؟ احنا رجعنا تاني للكيرف بتاعنا وقلنا ان الاكشوال توقعناه وصل استيميت ات كومبليشن، الفروقات زي ما قلنا عليها والاندكس موجوده عندنا، بطلع الفرق ما بين الاكشوال كوست، من الاكشوال كوست لحد الاستيميت ات كومبليشن، ده اللي بطلق عليه ايه؟ الفرق ما بين الاستيميت ات كومبليشن للاكشوال كوست ده اللي بطلق عليه ايه؟ باشمهندسين جميل يا مهندس عمر، الاي تي سي او الاستيميت تو كومبليت، او هي دي القيمه الكيرف من اول الداتا ديت هنا اهوت، من اول الداتا ديت هنا اهوت لحد ما التوقع بتاعي انتهى هنا. الكيرف ده اللي احنا بنسميه الاي تي سي، او التكلفه لحد ما انا اخلص الاعمال، او تكلفه الاعمال المتبقيه عندي. جميل، وبحسب برضو، برجع افكر بالتو كومبليت بيرفورمانس اندكس، مهم جدا بالنسبه لك، هو عباره عن البادجت ات كومبليشن مطروح منه الايرنت فاليو مقسوم على البادجت ات كومبليشن مطروح منه الاكشوال كوست. بقارن انا الايرنت فاليو والاكشوال كوست بالنسبه للبادجت ات كومبليشن علشان احدد الاداء اللي مطلوب عندي ان انا اعمله في الفتره اللي جايه. يعني الكلام دوت انتوا فاهمينه كويس؟ جميل. طيب انا هسأل سؤال، قلنا طبعا في الاندكس يا بيطلع معانا اكبر من واحد او اقل من واحد. القيمة ديت لو طلعت اكبر من واحد معناها ايه؟ لو طلعت 1.2 معناها ايه؟ المهندس محمد يعني ايه جود؟
مهندس محمد عبد الوهاب. وين مهندس نادر؟ اندر بادجت، غيره. معناها ايه؟ لو القيمه بتاعت ال two complete performance index طلعت 1.2، فين الناس اللي متابعه ومركزه معانا في المقابله؟ 30 واحد تقريبا، خمسه بس او سته هم اللي ردوا، الباقي نايمين. خلصت الناس كده اهو. جميل جدا يا مهندس محمد، وهو ده فعلا، وهو ده فعلا مهندس رمزي، لا اقل من التكلفه ولا ليها علاقه بالتكلفه. التو كومبليت بيرفورمانس اندكس ده المعدل اللي مطلوب مني ان انا استمر عليه علشان ارجع تاني للبادجت ات كومبليشن. حضرتك في الحساب اللي انا حسبته، بص المعادله قدام حضرتك اهي، المعادله بتستخدم البادجت ات كومبليشن في البسط والمقام بتاعها، خلاص؟ فمالهاش علاقه خالص بالاستيميت ات كومبليت، ده رقم واحد. يبقى انا بحسب هنا معدل ايه؟ بحسب معدل الصرف جدول التايم عفوا والكوست بتاعي، لازم اعدل الاداء بتاعي بنسبه ال 20%، ال 1.2 زائد 2 ال 20%، علشان ارجع تاني للتايم وللكوست بتاع الباك، لان الباك دي نقطه محدده ليها قيمه ماليه هنا اهوت مقابلها تايم معين. حضرتك الكيرف اللي طلع عندك فوق ده الاحمر ده اللي هو الاستيميت ات كومبليت، حضرتك عايز تضغطه وترجعه تاني على الباك، خلاص؟ مطلوب من حضرتك ان انت تنفذ بيرفورمانس اندكس اداء او معامل الاداء بتاعك، خلاص، اعلى شويه علشان توصل للقيمه دي. يعني معنى كده لو التو كومبليت بيرفورمانس اندكس طلع معاك دايما اعلى من الواحد، اعرف ان انت عندك مشكله في التايم والكوست، وتعرف ان حضرتك مطلوب تبذل مجهود زياده او تطلع بيرفورمانس زياده علشان ترجع القيمه ديت للواحد او اقل من الواحد. تمام؟ وصلت الفكره؟ ممتاز. علاقه عكسيه مع الاس بي اي، مش قوي على قد ما هي بتربط معاك الباك، تربط معاك البادجت ات كومبليشن اللي انت عايز، مهمتك الاساسيه ان انت توصل له. ليه بس؟ ليه تنط في المعادلات؟ بص يا باشمهندس، بص يا باشمهندسين، الله يخليكم، انا عايزكم بس تبقوا عارفين المعادله، عارفين النتائج اللي بتطلع عندكم من المعادلات ديت، خلاص؟ انت مش هتحسب حاجه بايديك، بايديك حضرتك لو دخلت امتحان البي ام بي خلاص هتحسب بايديك المعادلات دي كلها، لكن في برنامج البرمافيرا احنا اخر حاجه وصلنا لها المحاضره اللي فاتت ان حضرتك بتدخل على الداتا ديت اللي انت واقف عليه الاكشوالز كله اللي حصل لك او اللي جالك من البروجريس ريبورت بتاعك. جميل. مطلوب من حضرتك البرنامج هيطلع كل الحسابات وكل المعاملات اللي انا بتكلم عليها دلوقتي البرنامج بيحسبها، بس عشان يحسبها بيطلع لك ارقام، حضرتك لازم تبقى عارف ايه معنى الارقام ديت. واخدين بالكم؟ انا مش بطلب منك ان انت احفظ المعادلات، بس اعرف المعادله جايه منين. إيه؟ انت حضرتك لو فهمت الكلام اللي انا بقوله ديت هتقدر تستنتج المعادلات دي كلها لوحدك. تمام؟ جميل. عندنا بقى المعامل الثاني، قلنا الفرق ما بين الفرق المادي، بص ده فرق راسي يبقى فرق مادي. جميل. الفرق الراسي ما بين البادجت ات كومبليشن والاستيميت ات كومبليت هو ده اللي احنا بنطلق عليه الفاك او الفاريانس ات كومبليشن. جميل. اللي هو فرق الفلوس، انت المفروض كنت هتدفع مليون دولار هنا مثلا، انت توقعت انه هيوصل بناء على الاداء السيء بتاعك هتصرف مليون و200 الف، فال200 الف الفرق دول هو الايه؟ الفاريانس ات كومبليشن. واضحة النقطة؟ في أي أسئلة بالنسبة للإيرنت فاليو؟ ممتاز. طيب نعمل شير للسكرين، بسم الله، ونروح على برنامج البريمافيرا علشان نشوف الكلام ده هنطبقه ازاي.
البرنامج ظهر معاك وكده ب 50، الشير كده المفروض انه اشتغل. كله ظهر معاه، الصورة ممتازة كويسة الحمد لله. أول حاجة حضرتك لازم تبقى عارفها. طب جميل يا باشمهندس عمر، أول حاجة حضرتك لازم تبقى عارفها الإعدادات بتاعة، أنا هقفل بس البرنامج عندنا كلوز، الإعدادات بتاعة حسابات الإيرنت فاليو. لازم تبقى حضرتك دي أول حاجة حضرتك هتشيك عليها أول ما تيجي تشتغل على البرنامج. خلاص، في عندنا إعدادات عامة لكل المشاريع اللي عندك على البرنامج، ودي حضرتك بتجيبها من قائمة أدمن، أدمن بريفرنس. خلاص، بعد كده حضرتك هتخش على التاب بتاع الايرنت فاليو، هيطلع لك هنا هو الخيارات بتاعه الايرنت فاليو. جميل. عندنا البرفورمانس برسنتج كومبليت، ده سيبها نشرحها المره الجايه البرسنتج كومبليت بتاعتنا كلها، علشان تبقى حضرتك عارف ايه الفرق بين البرسنتج كومبليت المختلفه. النقطه اللي هاخدها دلوقتي حضرتك اللي هو التكنيك فور كومبيوتنج استيميت تو كومبليت، طريقة حساب الاستيميت تو كومبليت بتاعك. جميل؟ عندك هنا هو 4 أو 5 خيارات، هما في الحقيقة هما خيارين فقط لا غير. أول خيار بيفترض إن الـ ATC هي الـ Remaining Cost for Activity. حضرتك لو تفتكر إن أنت وأنت بتدخل الـ Actual Data حددت وأنت بتدخل Remaining Cost للـ Activity بتاعتك، صح؟ معايا؟ جميل، انا عايز الناس مركزه، الله يخليكم، انا عايز الناس مركزه. احنا قلنا طريقه حساب الاي تي سي، الاي تي سي دي قلنا ان هي ايه، قلنا ان هي قيمه الاعمال المتبقيه. خلاص، انت حضرتك بتقول للبرنامج دايما خدها اللي هي الريميننج كوست بتاعتي. جميل، مش الاي سي، هي كده مثلا هو الريميننج بتاع الريميننج اللي حضرتك بتدخله مهندس نادر. انت حضرتك بتدخل قيمه الريميننج كوست، لو احنا افتكرنا في الابديت المره اللي فاتت احنا قلنا ان احنا بندخل الريميننج. خلاص، انت حضرتك بتقول للبرنامج دلوقتي خده ان هي الريميننج بتاعي. جميل، الخيار الثاني بتقول للبرنامج ان الاي تي سي الاستيميت تو كومبليت فاكتور، بيرفورمانس فاكتور عندك او معامل اداء، سيبك من الفاكتور ده دلوقتي، بيساوي البادجت ات كومبليشن ماينس الايرنت فاليو. وضحت؟ جميل، يبقى انا بقول له ان خدها اللي هي قيمه الباك، مطروح منه القيمه اللي جات لي نتيجه الاداء بتاعي. خلاص، بي اف ده او البرفورمانس فاكتور ده ايه؟ يا اما ممكن اخده بواحد، يبقى هياخد دايركت البادجت ات كومبليشن ويطرح منها الايرنت فاليو ويطلع لي القيمه بتاعتي. خلاص، الكلام ده افترض ايه هو؟ حد يقول لي المعادله دي افترضت ايه؟ الاداء بالنسبه للفتره اللي جايه اخباره ايه؟ ما معنى ثابت؟ الأداء حسب البرنامج بنفس المعدل السابق. جميل جدا مهندس عمرو، باقي المشروع سيستمر كما كان مقرر، هو دوت ماشي على البرنامج المخطط. مظبوط جدا، مظبوط جدا. هو هنا لما حضرتك ضربت في واحد قلت إن المعدل بتاعك، خلاص انت طرحت ايه؟ طرحت البادجت ات كومبريشن اللي المفروض حضرتك كنت تصرفه ناقص اللي حضرتك اكتسبته وخلاص، يبقى اللي باقي ده هو اللي كان هو اللي كان مخطط زي المهندس مواليد بيقول بالظبط، يبقى الباقي ده هو المخطط بتاعي. انا المفروض كنت هصرف مليون، انا مكتسب عن البرفورمانس بتاعي دلوقتي 200000، يبقى انا هصرف 800، ما عملتش اي حاجه تعديل فيه. خلاص، الخيار الثاني بيقول لك البرفورمانس فاكتور بتاعك 1 على
الكوست بيرفورمانس اندكس، يعني هو قسم القيمه اللي طلعت عندي دي على الكوست بيرفورمانس اندكس، يبقى عمل ايه؟ دي اللي احنا كنا بنتكلم عليها في السلايد بتاع البرزنتيشن اللي احنا كنا مقدمينه، انه بيفترض ان الاداء اللي جاي للاي تي سي ده نفس الاداء اللي حضرتك اديت بيه في الفتره السابقه. مهندس اي 7 نفس الكلام، احنا قلنا الرنيني او المتبقي اعتبر ان المعدل الجديد للعمل سيستمر كما سبق. بالظبط، المعدل في الفتره اللي جايه خلاص حضرتك انت قلت ان البرفورمانس بتاعك او ادائك في الفتره اللي السابقه كانت اللي هو الكوست برفورمانس اندكس، حضرتك توقعت في الفتره اللي جايه انه هيبقى نفس الاداء. طيب بالنسبه للاختيار الثالث، توقع ايه فيها؟ مهندسين معايا؟ مهندس نادر، مهندس عمرو، مهندس وليد، جميل. هنا عمل ايه؟ اداء ثابت للوقت والتكلفه. لا، مهندس عمرو مجاوب مظبوط، الخيار ده هو الخيار الاكثر تشاؤما. الاكثر تشاؤما ليه؟ لانه حضرتك حط هنا هو تحت، حط هنا هو تحت، حط الكوست بيرفورمانس اندكس مضروب في السكيدجول بيرفورمانس اندكس. يعني حضرتك لو عندك الكوست بيرفورمانس اندكس رقم صغير اقل من الواحد والسكيدجول بيرفورمانس اندكس اقل من الواحد، لما حضرتك تضربهم في بعض هيطلعوا رقم اصغر، ورقم اصغر هو قسم عليه يبقى القيمه دي هتطلع اكبر، التوقع هيبقى اكبر، توقع القيمة اللي جاية هيبقى أكبر، ومعنى كده إن حضرتك دخلت الأداء بتاع الكوست ودخلت الأداء بتاع السكيدجول معاك في الحسبة بتاعتك. واضحة؟ مهندس عبد السلام مش واضحة ليه؟ تاني، نفترض انت دلوقتي لما جيت قسمت في اللي هو الخيار الاولاني على طول، اللي قبليه عفوا على طول، اللي هو الثالث خيار من فوق، هو قال لك ان البرفورمانس فاكتور ده واحد على الكوست برفورمانس اندكس، معنى كده ان هو طرح الباك ماينس الايرند فاليو قسمها على الكوست، قسمها على الكوست، حضرتك خدت معامل الاداء اللي في الكوست، ما عملتش حسابك في الاداء بتاع السكادجول. ففي ناس بتقول لك الكلام دوت مذكور في البين بوك برضو، خلاص، ففي ناس بتقول لك لا، انت اضرب الكوست بيرفورمانس اندكس في السكادجول بيرفورمانس اندكس يديك اداء متوسط بين الادائين دول، لان انت لما قسمته هنا هو في الخيار الاولاني قسمته على الكوست بس، ما قسمتش على السكادجول. طب ما هو ممكن انا اكون صارف زياده بس انا سابق السكادجول بتاعي، طب انا ما دخلتش ليه المعامل بتاع السكادجول بتاعي؟ يعني مش في كل الحالات يبقى اوفر بادجت وبيهايند سكادجول، لا، ممكن يكون اوفر بادجت خلاص واهيد سكادجول يا اخي. تمام؟ فاهيد سكادجول ده رقم قليل اقل من الواحد، ده رقم ازيد من الواحد، خلاص؟ فهيخف معاك العمليه شويه، مش هيبقى كله متشائم 100%. وضحت النقطه؟ مهندس اي 7 واضحه النقطه؟ جميل. اخر خيار عندك ده خيار مانيوال، حضرتك بتحدد قيمه ثابته عندك، طبعا الكلام ده مش مظبوط، يعني مش عملي ان هو ينطبق، هينطبق طبعا انت شغال في، ما تنساش، في الادمن بريفرنس، يعني هيتطبق عندك على جميع المشاريع اللي مفتوحه عندك خلاص، او اللي شغاله عندك في البرنامج، بتدخل قيمه ثابته هنا هو للمعامل بتاع البرفورمانس فاكتور دوت اللي بيضربه في القيمه دي. واضحه؟ خلاص، احنا هناخدها مؤقتا على انها الريميننج بوك، ونرجع تاني للبرنامج بتاعنا. وضحت الخيارات بتاعت الاي تي سي، دي خيارات الاي تي سي بتاعتك، لازم حضرتك تبقى متاكد منها وعارفها تماما قبل ما تبتدي الشغل في البرنامج بتاعك. طب الخيارات دي موجوده تاني في حته تانيه، موجوده تاني معاك على مستوى المشروع بتاعك. حضرتك لو جيت على البروجكت خلاص وفتحت اي بروجكت عندك، هنفترض ان احنا هنفتح البروجكت ده اوبن،
حضرتك عندك في البروجكت دلوقتي مفتوح قدامك، هتجيبها من ال WBS، يا تفتح ال WBS من الايقونه اللي على اليسار، او حضرتك بتروح على البروجكت WBS، هتفتح ال WBS بتاعتك، من الديتيلز اللي تحت بتاعت ال WBS هنلاقي في تاب هنا هو اسمه الايرنت فاليو، والايرنت فاليو دي في نفس الحسابات اللي احنا طلعناها من الادمن بريفرنس، بس ديت على ايه؟ على المشروع اللي انت فاتحه، او يعني حضرتك لو وقفت هنا على الايقونه بتاعت المشروع، واضحه عندكم النقطه؟ لو وقفت هنا اهوت، يبقى التاب ده بينطبق على كل اللي تحت، وحضرتك ممكن تقف على ال WBS وتغيرها لكل WBS مختلفه. وضحت؟ ليه البرنامج فاصلها؟ لأن ممكن حضرتك يبقى عندك WBS متوقع الأداء بتاعها يبقى أسوأ من اللي فات، أو بنفس الأداء اللي فات، لا، وفي عندك WBS خلاص كان فيها مشكلة، كان في مشكلة في الريسورس عندك، لظروف كل مشروع، كان في مشكلة في الريسورس وانتهت المشكلة ديت، وأنت متوقع إن الأداء اللي جاي خلاص يبقى ان شاء الله كويس وماشيين على السكادجول بتاعك، فتظبطها حضرتك على كل دبليو بي اس مختلفه على حسب المشروع بتاعك، وعلى حسب الاداء اللي في المشروع، وعلى حسب المشاكل اللي في المشروع. طبعا الكلام ده كله اللي بيحددها القسم المانجمنت بتاعك، او مدير المشروع بتاعك، او ايا كان الشخص المسؤول، بيقول لك والله ان الاداء في الدبليو بي اس او شويه الاكتيفيتي دول كده هو زي ما بنقول بالبلدي ان الشغل بتاعهم هيبقى ان شاء الله كويس وكله زي الفل. فحضرتك خلاص بتظبطها على انها البادجت ات كومبليشن ماينس الايمت فاليو مضروبه في واحد، بتظبطها للدبليو بي اس ديت، او على اي كانت الظروف للمشروع بتاعك على الدبليو بي اس المختلف. خلاص الصوت واضح يا باشمهندسين؟ في مشكله؟ مهندس عبد الباري عنده مشكله في الصوت. الصوت مظبوط مع الناس يا باشمهندس؟ بعد ما حضرتك اتاكدت من السيتنج بتاعتك من ادمن ايرنت فاليو، واتاكدت من السيتنج بتاعتك في البروجكت لما حضرتك تفتحه وتخش على الدبليو بي اس، هتلاقي الايرنت فاليو هنا هو تقدر تحددها، لا يا اما على المشروع ككل ان انت تقف تعمل سيلكت على المشروع على اول حاجه فوق اللي هو الايقونه بتاعت المشروع، يبقى الايرنت فاليو دي منطبقه على المشروع ده كله، يا اما حضرتك بتختار كل دبليو بي اس وبتختار لها الاداء بتاعها على حسب ما حضرتك عايز. جميل؟ جميل. طيب بعد كده هنرجع على البرنامج بتاعنا. جميل؟ ونشوف اللي احنا اتكلمنا عليه ده كله فين. حضرتك عشان تطلع الداتا ديت، خلاص احنا هنتكلم دلوقتي على داتا تطلع ارقام، وبعدين هنتكلم على الجراف هنقدر نطلعه ازاي، او الشكل بتاعنا، المنحنيات اللي احنا عايزين بريك يا جماعه ولا نكمل؟ اتنين دي معناها نكمل ايه؟ نكمل يعني، انا مش عارف. طب يا مهندس عمرو، معلش انا استاذن كل اللي عايز يروح يتفرج على كلمه الدكتور مرسي يروح. اتفضل يا مهندس عمرو، والمحاضره متسجله ان شاء الله، مش هيفوتك حاجه لو حضرتك تابعتها على اليوتيوب. طيب حضرتك هتتكلم دلوقتي عن، خلاص خلاص الاغلبيه باشمهندس يسري عايزين يكملوا، فهنكمل ان شاء الله مع بعض. حضرتك ممكن تروح وترجع تاني، المحاضره متسجله ان شاء الله. حضرتك هنتكلم دلوقتي على المعاملات والاندكس اللي احنا اتكلمنا عليهم وحسبناهم. خلاص حضرتك هتظهرهم ازاي على البرنامج الزمني بتاعك؟ خلاص حضرتك هتيجي على التيبل فيو بتاعك هنا اهوت، وندوس رايت كليك ونظهر الكولومز بتاعتنا. خلاص في الكولومز بتاعتنا، واضحه الكولومز كده عندكم؟ الناس مشت ولا لسه قاعده معايا ولا ايه؟ طيب قاعدين. خلاص في جزء خاص بالايرنت فاليو، حضرتك لو فتحت هنا هو الايرنت فاليو هتلاقي كل اللي احنا كنا بنتكلم عليه موجود عندك هنا هو. انا هكبر عشان كل حاجه تظهر عند قدامك. خلاص من اول الايرنت فاليو، الفاريانس اللي موجوده عندك
على الليبر يونت طبعا، لان هو حضرتك بيحسب يعني اللي هو سايبها ديت، دي شامله الكوست كله خلاص بتاع الاكتيفيتي، يا اما على الليبر بس خلاص. فعند حضرتك في حاجه اسمها الاكشوال كوست تقدر تظهره، البادجت ات كومبليشن تقدر تظهره خلاص، الكوست بيرفورمانس اندكس، الكوست فاريانس، الكوست فاريانس اندكس، الايرند فاليو كوست، يبقى عندنا الاكشوال كوست والبلاند فاليو هتلاقيها برضو هنا البلاند فاليو كوست خلاص. فعندنا الثلاث قيم الرئيسيين اللي احنا قلنا عليهم اهو هنا اهو، البلاند فاليو كوست هاخدها، هذا انا عايز اظهر البلاند فاليو كوست، وعايز اظهر الاكشوال كوست بتاعت الاكتيفيتي بتاعي، وعايز اظهر الايرند فاليو كوست. دي الثلاث قيم اللي حضرتك احنا اتكلمنا عليهم في الاول، البلاند فاليو، الاكشوال كوست، و الايرند فاليو. بعد كده اتكلمنا على حاجه اسمها الكوست فاريانس، السكادجول فاريانس الاول، اتكلمنا على السكادجول فاريانس الاول، اتكلمنا على الكوست فاريانس، اتكلمنا عن السكادجول بيرفورمانس اندكس وعلى الكوست بيرفورمانس اندكس خلاص. اتكلمنا بعد كده دي الكلام دوت اللي تم في ايه؟ اللي تم في الفتره السابقه مظبوط؟ احنا ذكرنا الاكشوال كوست، الايرند فاليو، السكادجول فاريانس، الكوست فاريانس، السكادجول بيرفورمانس اندكس، الكوست بيرفورمانس اندكس، كل ده حضرتك اللي هو الحد داتا دي. فخلينا نعمل ابلاي مثلا، اوكي، فبيطلع لك حضرتك هنا هو قيم، بيطلع لك قيم للايرند فاليو، القيمه اللي حضرتك اكتسبتها خلاص، قيمه للسكادجول عفوا هنا، قيمه طبعا هو حاسب على مستوى ال WBS ومستوى الاكتيفيتي، احنا هنتكلم على مستوى اكتيفيتي واحد مثلا، حسب لك هنا البلاند فاليو كان المفروض النشاط ده يصرف 26496، صرف حضرتك اكشوال كوست 89100، عمل بيرفورمانس ب 26000 خلاص. حضرتك السكيدجول فاريانس طبعا عشان النشاط ده مختلف هيطلع بالصفر، الكوست فاريانس بتاعك خد الاكشوال من البلاند فاليو، طلع لك القيمه اللي بين قوسين دي قيمه بالماينس. طبعا حضرتك هو كاتب السكيدجول بيرفورمانس اندكس هنا بواحد لان النشاط ده انتهى، النشاط ده مش في نص الاداء واخد بالك، والكوست بيرفورمانس اندكس عندي 0.3، يعني ادائك هنا هو ايه؟ اوفر بادجت. واضحه يا باشمهندسين معانا النقطه ديت؟ خلاص؟ يعني احنا ما بنعملش حاجه غير ان احنا بنسمع المعاملات اللي احنا اتكلمنا عليها. تاني هنفتح الكولومز ونروح على الايرنت فاليو بتاعتنا. خلاص حضرتك انا هشيل المعاملات ديت مؤقتا، هسيب بس الايرنت فاليو والبلاند فاليو والاكشوال كوست. هتيجي حضرتك هنا هو عندك هنا هو التو كومبليت بيرفورمانس اندكس اللي احنا اتكلمنا عليه وقلنا انه مهم جدا خلاص. عند حضرتك الفاريانس ات كومبليشن للقيمه، الفرق ما بين الاستيميت تو كومبليت، الفرق ما بين عفوا القيمه الاستيميت، الاستيميت ات كومبليشن ناقص البادجت ات كومبليشن، هو دوت الفاريانس ات كومبليشن. الاستيميت تو كومبليت الاي تي سي اللي احنا كنا مختارين طريقه حساباتها المختلفه خلاص، الاستيميت ات كومبليشن كوست ده الاي اي سي اللي احنا حسبناه خلاص. ايه تاني؟ سكيدجول فاريانس ليبر، ليبر سكيدجول، تمام كده، ده كل اللي احنا حسبناه صح؟ جميل، اعتقد كده هو ده كل اللي احنا حسبناه. جميل، بعمل ابلاي اوكي، بطلع عندي الارقام المختلفه بتاعه القيم بتاعه التوقع اللي في المستقبل والقيم تو بيرفورمانس اندكس اللي انا مطلوب منه. واضحه العمليه؟ جميل، التو بيرفورمانس، تو كومبليت بيرفورمانس اندكس ده اللي طالع عندي على النشاط دوت 0.35، معناه ايه 0.35 ده؟
كنتش مركز معايا خالص. هو مش الأداء ممتاز، أنت أديت أداء ممتاز. محتاج أقل أداء، محتاج أقل أداء، أقل من اللي أنت كنت ماشي بيه الأول عشان ترجع للوضع الطبيعي للنشاط. جميل؟ يعني أنت كنت ماشي بسرعة في الفترة اللي فاتت. مهندس وليد، لا محتاج، حضرتك كنت بتقول محتاج اكثف لا لا لا، مش محتاج اكثف الاداء. التو كومبليت تاني، معلش، التو كومبليت بيرفورمانس اندكس، الاداء المطلوب عندي او المعامل للاداء المطلوب مني ان انا اادي بيه في الفتره اللي جايه. طلع قلنا اكبر من الواحد لما اتكلمنا على ال 1.2، يعني انت حضرتك محتاج تزود الاداء بتاعك بنسبه 20%. لما يطلع عندك اقل من الواحد معنى كده ان انت كنت منفذ في الفتره اللي فاتت، نفذت حضرتك انت النشاط بصوره اعلى. وضحت النقطه؟ فمحتاج كفاءه اقل في الفتره اللي جايه لان انت خلصت معظم الشغل اللي فات. طيب كده احنا اظهرنا الباشمهندسه اللي كانت بتسال المعادلات صعبه ومش المعادلات صعبه، احنا اظهرنا الارقام خلاص، مش مطلوب منك تحفظ حاجه، البرنامج كله بيحسب كل حاجه، بس لازم حضرتك تبقى عارف الارقام اللي بين اقواس ديت ارقام سالبه معناها ايه، الارقام اللي اقل الاندكس اقل من واحد او اكتر من واحد معناها ايه، فلازم حضرتك تفسر الكلام ده كله. مظبوط؟ فحضرتك لازم تبقى عارف المعادلات عشان لو حضرتك شفت الارقام دي تقدر تعرف الاداء بتاع المشروع بتاعك ايه او اللي مطلوب منك ان انت تعمله. طيب بعد كده هنيجي عايزين نظهر نظهر الكلام دوت عندي على الكيرفات، زي الكيرفات اللي انا شفتها. خلاص بظهرها منين؟ بظهرها انا من الاكتيفيتي يوزج بروفايل، بتقدر حضرتك تجيبه من الايقونه اللي انا واقف عليها ديت في التول بار اللي فوق، او حضرتك بتروح على فيو شو ان بوتوم بعدين الاكتيفيتي يوزر بروفايل. تمام؟ تمام. حضرتك بيظهر لك البرنامج هنا اهوت، انت حضرتك بتاكد ان انت مختار هنا الاكتيفيتي، وبتاكد على وتفتح حضرتك الاوبشن بتاعك. عندك طبعا هنا اهوت كذا كيرف، في عندنا 3 كيرفات اهمت، وعندنا البارات اللي ظاهرة عندنا. طيب بروح بضغط على السهم الصغير اللي موجود هنا اهو، وبفتح الاكتيفيتي يوزج بروفايل اوبشن. تمام؟ الناس مركزة معايا؟ جميل مهندس وليد. حضرتك بتعمل ديسبلاي هنا للكوست، من اول حاجة الداتا بتاعتك، بتعمل ديسبلاي للكوست، بتعمل فلتر للكيرفات كلها على التوتال. حضرتك ممكن تظهر الكوست بتاعت الليبر لوحدها، النون ليبر لوحدها، الماتيريال والاكسبنسز، وقلنا ان هم دول ال4 حاجات الوحيد بيدخلوا لنا الكوست على الاكتيفيتي بتاعنا، وممكن ان انا اختار التوتال من هنا. باجي هنا اهوت انا هشيل الكلام ده كله خلاص، باجي ان هو عندك حاجه باي ديت اللي هو الكولومز اللي عندك خلاص، الكوميوليتيف او التجميعي حضرتك ده اللي هو ايه الكيرفات. يعني حضرتك ممكن تظهر اي قيمه من القيم ديت على الكيرفات او على البارات بتاعتك خلاص. بعد كده حضرتك عندك البلاند فاليو كوست، ممكن تقدر تظهرها مع الايرنت فاليو كوست، حضرتك ممكن تظهرها وهيبانوا معاك الكيرفين، الكيرف بتاعك البلاند فاليو مستمر لحد النهايه. واضحه للناس ولا محتاجه زوم اكتر؟ انا مش عارف عشان هو الفاكتور بس مضروب قليل. القيمه التجميعيه زوم، هو ما بيعملش زوم، زوم عايز اغير الفاكتور بتاع الارقام علشان بس هو التجميع اصل اعلى، الكوميوليتيف اعلى من الفردي، فعشان كده طالع بالمنظر ده. طبعا 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 تقدر اي حاجه، يعني انت على امكانيه البرنامج ولا على الريبورتات؟ مهندس وليد بتتكلم على امكانيه البرنامج ولا على الريبورتات؟
لو امكانيه البرنامج عادي، البرنامج بتقدر تعمل فيه اي حاجه، تقدر تطبع كيرفات في التقارير دي على حسب ما بص يا جماعه، علشان السؤال دوت يعني بيجي لي كتير جدا، انا احط ايه في التقارير ولا اطبع ايه في التقارير؟ حضرتك بتقرر مع الاستشاري اللي بيشرف عليك او مع اللي بياخد. لا يا باشمهندس وليد، مفيش، العفو يا فندم، اسالوا يا جماعه زي ما انتوا عايزين، انا مش بتكلم على حاجه، بس انا عايز اثبت نقطه معينه في دماغ حضرتك ان انت التقارير ديت خلاص بتعتمد على الداتا اللي هو عايزها، هو عايز داتا ايه، فلازم حضرتك تبقى عارف الداتا اللي طالعه البرنامج بيطلعها لك ايه. فاينانشال بريفيس داتا، يعني قصدك الفاينانشال بيريود كونتيوسري، فلازم حضرتك تبقى عارف الداتا اللي بالبرنامج بيطلعها لك ايه عشان تقدر تعرف هتطلع انت ايه في الريبورت بتاعك. خلاص طيب، هنيجي هنقول هنا هو اللي لاحظناه ان الايرنت فاليو ثبتت عند الداتا دي، الداتا دي عندي اللي هو الخط الازرق ده، الايرنت فاليو ثابته عند الداتا دي خلاص، وان البلاند فاليو مستمره للاخر، وتقدر حضرتك برضو تظهر القيم ديت على مستوى الاكتيفيتي بالاكشوال بتاعك، ان انا اظهر الاكشوال كوست بتاعي. طبعا وقف هنا ما استمرش لان احنا قلنا اكشوال كوست لحد ايه اللي اتصرف معايا هنا، هو حضرتك ممكن تظهر الريميننج بالريميننج ايرلي، جميل، او الريميننج ليتر اللي هو المتبقي معاك في الاكشوال بتاعك، جميل. ودي الاظهارات هنخش بيها في التفصيل تاني بعد ما نخلص الموضوع بتاع البرسنتج كومبليت بتاعك، جميل. في اي استفسار او اي سؤال عن الموضوع ده؟ مهندسين مركزين معايا؟ جميل. وحضرتك برضو مع الكيرفات بتاعت الايرنت فاليو حضرتك ممكن تعلم على الاستيميت ات كومبليت كوست، اللي هو الات كومبليشن عفوا، اللي هو القيمه المتوقعه للمشروع ككل عندك، وتختار قيم الثلاثه بالمنظر ده اللي هو الاكشوال كوست خلاص، مع البلاند فاليو مع الايرنت فاليو بتاعتك، وتقدر توضح الجرافات اللي احنا كنا رسمناها في الشرح بتاعنا على الايرنت فاليو. كده انا خلصت كل ما يخص الايرنت فاليو، فمعلش احنا بس انا اعتذر منكم مش هنقدر ندي اكتر من كده النهارده، فعايز ادي الفرصه دلوقتي اي حد عنده اي استفسار في موضوع الايرنت فاليو، في موضوع الداتا اللي بنطلعها، يتفضل يسال خلاص، وانا فاتح البرنامج ومعاك. وبعد ما نخلص الجزء الخاص بالمحاضره، اي حد عايز اي سؤال في البريمافيرا خارج اللي احنا شرحناه في المحاضره انا تحت امر. في حد عنده اي سؤال اي استفسار خاص بالايرنت فاليو؟ كله فاهم الايرنت فاليو تمام؟ محتاج مذاكرة، محتاج مذاكرة مهندس وليد أكيد. الـ estimate at completion بيساوي الـ actual cost، مظبوط مظبوط، لأن إحنا قلنا الـ estimate at completion بيساوي الـ actual cost plus الاستيميت تو كومبليت، او قيمه الشغل اللي فعلي اللي حضرتك دفعته فلوس، بقى انت بتتكلم فلوس دلوقتي، قيمه الشغل اللي حضرتك دفعته فلوس زائد قيمه الاعمال المتبقيه، قيمه الاعمال المتبقيه اللي احنا قلنا عليها الاي تي سي يا مهندس عماد. فالاي تي سي دوت دايما، بس حضرتك لما خدته هنا هو خدت البادجت اد كويشن ماينس الايرنت فاليو على السي بي اي، ده حضرتك افترضت ان المتبقي خلاص هيأدي بنفس اداء اللي سابق، وقلنا ان في اربع طرق لحساب الاي تي سي، يبقى انت عندك المعادله اللي حضرتك كتبتها ديت الاستيميت ات كومبليشن بتساوي الاكشوال كوست زائد الاستيميت تو كومبليت، تكتبها كده اصح، والاستيميت تو كومبليت ده عند حضرتك اربع تقدر تحسبهم بيه. وضحت النقطه؟
كمل السؤال اللي بعده. يعني مش معقول كله طالع ب 100% فاهم؟ انتوا كده داخلين 100% فاهمين. حد كان عنده، حد ما كانش عنده فكره عن الايرنت فاليو قبل ما انا شرحتها النهارده؟ حد ما كانش يعرف ايه هي الايرنت فاليو؟ طب يا مهندس وليد، وحضرتك عرفت دلوقتي ايه الايرنت فاليو؟ وعرفت تقدر تستخدمها ازاي على البرنامج؟ جميل جميل، اهم حاجه تطلع الناس مستفيده بس. طيب مفيش اي اسئله بتيجي على بالكم على الايرنت فاليو؟ ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يخليك يا مهندس. محتويات الدرس القادم، انا مش عايز اقول لك بس ان انا بحضر الحاجه مهندس يسري قبلها بيومين نظرا لانشغال الواحد، بس والله غصب عني. بس اللي ان شاء الله مخططينه ان احنا هنقفل احنا فاضل لنا في حاجه، نقطه مهمه جدا هنتكلم فيها المره اللي جايه وشيقه جدا وناس كتيره جدا بتسال عليها، اللي هي البرسنتج كومبليت. في عندك هنا هو في البرنامج كذا كذا برسنتج كومبليت، لو حضرتك رحت على الاكتيفيتي ديتيلز جيت شفت هنا هو في حاجه اسمها البرسنتج كومبليت، فعندك هنا هو ديوريشن وفيزيكال ويونتس، دول اللي موجودين عندك تقدر تختارهم للاكتيفيتي. بعد كده في حاجه عندك اسمها البرفورمانس، مش موجوده عندك هنا هو في القايمه دي، في حاجه اسمها البرفورمانس برسنتج كومبليت، وفي حاجه عندك اللي اسمها السكادول برفورمانس كومبليت. خلاص، في عندك النسب المئويه دي لازم حضرتك تبقى عارفها 100%، لان هي دي اللي حضرتك اللي بتطلع لك نسبه ادائك البلاند ونسبه ادائك اللي انت حققته في المشروع بتاعك. فده انا فاصلها لوحدها لان فيها كلام كتير وحساباتها كتير، ولازم تبقى عارف البرنامج بيحسبها ازاي حضرتك عشان تبقى اوير بكل رقم بيطلع، لانه ممكن يطلع معاك رقم وما يتجمعش معاك في الاخر فوق، فتسال ليه ما بيتجمعش، او يطلع معاك ارقام صفر 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 صفر. يعني شوف حضرتك هنا اهوت مثلا على الاكتيفيتي دول صفر صفر وعاطي فوق 2.63%، طب ليه؟ خلاص؟ فيعني لازم حضرتك تبقى عارف بالظبط، يعني في حين ان انت لو جمعت اللي تحت الدبليو بي اس ده مش هتلاقيه عامل 2.2، ده اصلا 3 لوحده 3.85، لو جمعتهم مش هيطلع معاك النسبه ديت. فالكلام ده اللي احنا هنتكلم عليه المره اللي جايه، خلاص؟ هنعرف النسب دي بيحسبها ازاي السكادجول بيرفورمانس كومبليت، وهنراجع مع بعض برضو ازاي نظهر الكلام دوت على الريبورتات بتاعتنا، وازاي نشوف تاني هنعمل مراجعه على الاكتيفيتي يوزر بروفايل، بحيث ان انا ابقى غطيت لكم الجزء كله اللي خاص بالموضوع بتاع الريبورتات. حضرتك انت مطلوب منك كمهندس بلانر محترف ان انت حضرتك تطلع اداء المشروع بتاعك، اداء المشروع بتاعك ده بيطلع بالاداه بتاعت الايرنت فاليو مع البرسنتج كومبليت بتاع برنامج البريمافيرا. خلاص، حضرتك بتطلع المعاملات من الايرنت فاليو وتصغرها بنفس الكلام اللي احنا قلنا عليه، وبتطلع البرسنتج كومبليت ديت بناء على النسب اللي موجوده عندك في البرنامج. تمام؟ فده احنا بنتكلم دلوقتي في الموضوع بتاع البرفورمانس كله، والحصه اللي جايه ان شاء الله على البرفورمانس برضه. لو بقى معانا وقت وعندكم قدره للاستيعاب شويه، هنخش بعد كده في الموضوع بتاع الموديفيكيشن اللي حضرتك بتعمله على البرنامج، بتعدل البرنامج ازاي لو حضرتك عايز تضغطه. خلاص، انت الحالات اللي بتضغط فيها البرنامج ان انت مثلا عملت البرنامج اول مره لسه في مرحله البلاننج وطلع بعيد عن الوقت بتاعك، فحضرتك بتحتاج تضغطه شويه البرنامج عشان توفي الوقت اللي مطلوب منك في المشروع بتاعك. ده رقم واحد. رقم اتنين، بتحتاجه حضرتك بعد ما بتشغل البرنامج بتاعك ولقيت نتيجة البرفورمانس والمعدلات اللي طالعة عندك، ده ان انت هتتأخر في المشروع، فهتتأخر في المشروع، فانت حضرتك محتاج للفترة القادمة فقط ان انت تعدل المدة بتاعة المشروع بتاعك عشان تتوائم مع المطلوب منك تنفذه، وهو ده اللي احنا بنقول عليه اللي هو الكراشنج او الفاست تراكنج بتاع السكيدجول بتاعك. تمام، ده ان شاء الله هناخده في حصه لوحدنا، هيتبقى لنا جزء بسيط جدا اللي هو الفاينانشال بيريود اللي كان الباشمهندس كان فيه واحد من المهندسين بيسال عليها، الفاينانشال بيريود ذا لاست لينك فور ذا لاست ليكشر بليز.
طب حد من الدعم الفني يا جماعه ينزل بلاي ليست بتاعت اليوتيوب. اه مهندس يسري دي هنتكلم عليها، واحنا اعتقد انا المحاضره اللي فاتت ذكرت هي احنا بنعملها ليه يعني. خلاص هي برضو اللي مش عارف فاينانشال بيريود، لو خدت بالك حضرتك في الابديت، اللي احنا عملناه المره اللي فاتت، ان حضرتك نفترض ان النشاط مستمر معاك، يعني نشاط مثلا مدته شهرين خلاص، وانت بتعمل ابديت كل اسبوع، فلما بتيجي بتعمل ابديت في الاسبوع الاولاني هتدخل اكشوال كوست واكشوال يونت صح؟ في خانه واحده. بعد كده الابديت بتاع الاسبوع الثاني هتدخل برضو الاكشوال كوست التوتال بقى اللي انت صرفته، يعني مثلا انت صرفت النهارده في الاسبوع الاولاني مثلا 1000 دولار، الاسبوع الثاني صرفت 2000، فبقت الاكشوال دلوقتي 2000. طيب ال 1000 دي راحت فين؟ ال 1000 دي راحت خلاص، مش هتقدر تطلعها من على البرنامج الا لو حفظت الفاينانشال بيريود او المدد الماليه بتاعتك. فانت بتحدد المدة الماليه بناء على التقارير بتاعتك، بحيث ان انت في اي وقت يجي يسالك مثلا طب احنا صرفنا قد ايه في النشاط دوت في اول شهر، حضرتك تقدر تطلعها من الفاينانشال بيريود بتاعتك. وضحت الفكره بتاعتها؟ مهندسين رحتوا فين؟ جميل كله متابع. بس فده باختصار كده اللي متبقين، احنا متبقين البرسنتج كومبليت والتعديلات، الضغط بتاع البرنامج الزمني والتمديد بتاعه برضو لو عند حضرتك اللي احنا بنقول عليه الاي او تي او الاكستنشن اوف تايم، حضرتك خدت فاريشن اوردر وبتعمل اكستنشن للمشروع، هقول لحضرتك تعمله ازاي على البرنامج الزمني بتاعك، ازاي تضغط البرنامج الزمني بتاعك، وازاي تحفظ في الاخر الفاينانشال بيريود بتاعتك. بس ده المتبقي يعني، ان شاء الله ان شاء الله ماكسيمم 3 مرات كمان يعني. انا من بعد يعني ابتديت معاكم في موضوع الريسورس، وكنت مجهز جزء كبير جدا على اساس ان الناس هتبقى يعني داخله فاهمه الموضوع وبس مساعده ليها، لقيت ان الناس كتير جدا اشتكت لي ان كم المعلومات اتعطى بطريقه صعبه يعني، فانا ما رضيتش اكرر الموضوع ده تاني. فانا بدي شوية شوية معلومات ونناقشها مع بعض، مفيش مشاكل. ربنا يخليك يا مهندس وليد، تكرم. إن شاء الله هعمله لكم PDF وأرفعه لك حضرتك. أهم حاجة في التقارير برسنتج كومبليت مع اللي إحنا إتكلمنا عليه مهندس إي سيفل، ما حضرتك مش هتقدر ترفع الكلام دوت الا برسنتج، برضه مش هتدي لك انديكيتور عن قيم انت فارق فيها. انت بتتكلم دلوقتي في ريبورتات هتقدمها لمديرك حضرتك وانت بتنفذ مشروع، بتتكلم في اكشوال كوست بتصرفه الشركه، عايزه تعرف هتتكلف المشروع دوت قد ايه قدام، البرسنتج كومبليت مش هتديهولك. انت كمهندس بلانر بتتكلم في كوست وبتتكلم في ريسورس وبتتكلم في تايم، خلاص البرسنتج كومبليت مش هيظهر لك الكلام ده كله، على قد ما هي بتديك انديكيتور المشروع بتاعك فيه. خلاص؟ لكن طبعا في التقارير دي البرزنتج كومبليت من اهم الاشياء يعني، وانا هشرحها لكم المره الجايه ان شاء الله بتفصيل ممل يعني لحد ما تشربوها 100%، لان هي مهمه جدا ان انت تستوعب البرنامج بيحسبها ازاي وهي فايدتها ايه. مشروع متكامل نراجعه حضرتك مش مهندسه، ممكن حضرتك البرامج السامبل اللي نازله مع البرنامج ديت ممكن حضرتك تشتغلي بيها، اعتقد انها كافيه جدا يعني، عاطيه امثله كويسه يعني وامثله شغاله كمان. انا قصدي في التقارير مهندس ايزي برضه بتحط في التقارير قيم الكوست فاريانس والسكيدجول فاريانس والاندكس والكلام كله اللي بنتكلم دوت، في ناس كثيره بتطلبها في التقارير، الناس اللي فاهمه بتطلبها في التقارير. لا طبعا مدير مين اللي مش هيهمه الا نسبه الانجاز، لا طبعا يعني انا اعمل نسبه انجاز كويسه ومضيع الشركه في الكوست بتاعي، صارف قد الكوست بتاعي مرتين ثلاثه مثلا، لا مش منطقي ابدا يعني. اللهم امين يا مهندس رمزي. فالقيم انت بتتكلم على قيم فلوس بقيالك، بتتكلم على قيم مدد بقيالك عايز تطلعها خلاص، النسب مش هي انديكيتور كويس بتقدر تقدمه للاستشاري عشان هو متابع التايم معاك اهم حاجه،
لكن انت في داخليا في الشركه حضرتك بتعمل كنترول على الكوست بتاعك، مش عايز الكوست بتاعك يطلع عن اللي انت مخطط له. خلاص؟ فهي دي حضرتك اللي هتستخدم فيها ايه المعاملات المختلفه بتاعت الايرند فاليو. اي حد عنده استفسار او سؤال تاني؟ مهندس عماد مش فاهم قصد حضرتك بروجرس لاين بليز يعني ايه؟ شيء قصد حضرتك على البروجرس اللاين اللي بيظهر على البرنامج دوت؟ يعني والله انا مش عارف يا مهندس عماد، ما اضحكش عليك، بس اعتقد ان هو بيظهر اوتوماتيك مع الابديت اللي انت بتعمله على السكيدول بتاعك. اعتقد ان هو اوتوماتيك، ما تقدرش تتحكم فيه. مهندس وليد بيسأل لو عندي برنامج زمني مدخل عليه الوقت فقط، فما هي أهم الأعمدة اللي ممكن أظهرها؟ حضرتك ممكن تجاوب يعني بكل اللي شرحناه، حضرتك ممكن تجاوب على السؤال ده لوحدك. أنت مدخل وقت بس مش مدخل وسط، خلاص؟ يهمك جدا أولا المشروع حضرتك، يعني أول سؤال هتسأله لنفسك، المشروع حضرتك مقدمه بلان ولا متابع عليه اكسكيوت؟ متابع عليه تنفيذ في الموقع؟ ها مستني ردك يا مهندس وليد. بلان حضرتك بتقدمها الاستشاري مثلا متابع في الموقع، جميل جدا. يبقى حضرتك مطالب منك ان انت تحط اللي هي الديوريشن. الديوريشن ديت انت بتتكلم في تايم، عندك ديوريشن وعندك ستارت وعندك فينش، مظبوط؟ فحضرتك بتحط الثلاثه دول خلاص للبيز لاين، وبتحط الثلاثه دول برضو للاكشوال بتاعك اللي بيطلع، جميل؟ جماعه مش عارف انا مهندس يسري، بس الكلمات الانجليش اللي انتوا بتحطوها في وسط الكلام بتجيب العربي قبل يا ريت يا باشمهندس الاوبشن الموجوده في الاسكادول. يعني ايه الاوبشن الموجوده في الاسكادول؟ مش فاهم. خلاص يا مهندس وليد، طب اكمل النقطه بتاعت المهندس وليد. فحضرتك بتدخل ديوريشن خلاص ستارت فينش بيز لاين، وديوريشن ستارت فينش للاكشوال، الاكشوال ستارت والاكشوال فينش والاكشوال ديوريشن، خلاص دي الحاجات المهمه. النقطه الثانيه حضرتك محتاج تطلع البرسنتج كومبليت. حضرتك لما هتيجي معانا المره الجايه هتعرف ايه السكيدجول ايه السكيدجول بيرفورمانس اللي ممكن السكيدجول عفوا برسنتج كومبليت اللي حضرتك هتحطها، والبرفورمانس البرفورمانس بقى اللي هو هتبقى فرقه عندك. انت حضرتك بتستخدم تايم بس، يبقى تستخدم الديوريشن معاك خلاص، فتقلب البرفورمانس بتاعك على الديوريشن وتشتغل عليه خلاص. اه يا مهندس يسري، دي موجوده في الادمن بريفرنس خلاص، يعني دي اللي هي مقارنات الايرنت فاليو بتاعك مع البيز لاين خلاص. حضرتك بتقارن البادجت فاليو ويز بلاند فاليو، عفوا بلاند ديتس ولا ويز الكرنت ديتس خلاص، ولا بتاخد الاد كومبليشن فاليو مع الكرنت ديتس. انت خليها على البلاند ديتس، الايرنت فاليو بيحسبها البادجت فاليو مع البلاند ديتس اللي كانت المفروض انها تتعمل خلاص. دي بتفرق معاك على حسابات البيز لاين. انت في الايمت فاليو بتقارن بقيمتين اللي هي البادجت فاليو دي، القيم اللي هو البلان اللي احنا كنا حاطينها خلاص، مع انت عايز حضرتك الكرنت ديتس ولا مع البلاند ديتس، لان ممكن حضرتك البلاند ديتس ديت خلاص اللي هي موجوده في البيز لاين، فممكن حضرتك البيز لاين يفرق عن الكرنت اللي موجود دلوقتي، واخد بالك؟ مهندس وليد طب دقيقة بس أخلص مع المهندس يسري، مهندس يسري معايا؟ جميل، فحضرتك عندك أنت مش عندك بيز لاين حاطه،
وفرقت البيز لاين دوت عن البرنامج اللي موجود. ممكن تكون عدلت حضرتك انت البرنامج اللي موجود ده دلوقتي خلاص، ففي التعديلات اللي ممكن حضرتك بتضغط بتعمل اي حاجه فمتغير. فهو بيقول لك يحسب البادجت فاليو، القيمه اللي كانت البادجت بتاعتك مع الكرنت ديتس اللي موجوده على البرنامج الفعلي، ولا مع البلاند ديتس اللي هو اللي على البيز لاين، ولا ياخد الاد كومبليشن فاليو مع الكرنت ديت. يعني هي دي برضو مش منطقيه، يعني دي في حالات خاصه بتستخدم يعني. الاد كومبليشن فاليو يعني هياخد القيم الاد كومبليشن مع الكرنت ديت مع البرنامج اللي متعدل عندك، فاهمني؟ فهي اكتر اديشنال نيو سكوب ممكن. فحضرتك الحاله الافتراضيه بتاعتك ان انت بتقارن البادجت فاليو مع البلاند ديت بتاعت البيز لاين. واضحه النقطه ديت؟ لان هيفرق عندك انت لو خدت ديت وانت مغير الجدول طبعا، وانت ثابت السكادجول بتاعك مع البيز لاين مش هيتغير، مش هتفرق معاك الحسابات من هنا لهنا مش هتفرق. لكن لو حضرتك لغيت مثلا اكتيفيتي او مديت اكتيفيتي او طولت اكتيفيتي او صغرت اكتيفيتي، التواريخ فرقت، فاكيد الحسابات هتفرق بتاعت الايرند فاليو. تمام؟ فانت ثبتها على البادجت فاليو وذ البلاند فاليو، البلاند ديتس بتاعتك اللي هي موجوده على البيز. تاني مهندس وليد، لما بعمل فلتر ما بعرفش احدد انا متاخر قد ايه. يعني ايه حضرتك مش فاهم قصدك؟ فلتر على الانشطه المكتمله مثلا. ما حضرتك انت مشكلتك ان انت شغال في تايم خلاص، فانت الخيارات بتاعت التايم عندك محدوده جدا. انت الخيارات زي ما انا قلت لك، انت خيارات التايم الاعمده اللي هتظهرها اتكلمنا في ديوريشن ستارت فينيش بتاعت البيز لاين وبتاعت الاكشوال. جميل معايا كده؟ ومحتاج حضرتك تظهر برسنتج كومبليت. طبعا حضرتك مش مدخل كوست، فاي حاجه من اللي اتكلمنا عليها في الايرنت فاليو النهارده هتلاقيها صفر عندك. مظبوط؟ مهندس وليد معايا؟ ايوه يطلع معاك يا باشمهندس، يطلع معاك في التوتال بتاع البروجكت، هيطلع معاك في التوتال بتاع البروجكت. انت عند حضرتك حاجه اسمها الريميننج ديوريشن، وعند حضرتك عندك حاجه اسمها الديوريشن بتاع المشروع، في حاجه اسمها الاوريجينال ديوريشن وفي حاجه الريميننج ديوريشن خلاص. فده حضرتك اهي المدة دي بتبقى ظاهره عندك. تمام حضرتك، دي بالاعمده يعني خلاص. خلينا المره الجايه لما هناخد، لان طبعا انت زي ما قلنا انت شغال تايم بس من غير ما تعمل كوست لودد، كل الايرنت فاليو اللي احنا للاسف في الهواء يعني خلاص. انت حضرتك عشان تطلع ايرنت فاليو مظبوط لازم تدخل كوست مظبوطه، لازم تدخل ابديتس مظبوطه، تطلع عندك الايرنت فاليو الحسابات مظبوطه 100% خلاص، وتقدر فعلا تتابع منها اداء المشروع. زي ما قلنا قبل كده الكوست مش موجود عندك يبقى خلاص انسى الايرنت فاليو ده خالص. حضرتك مش هتشتغل كوست يبقى ملوش لازمه اللي احنا بنشرحه ده كله. لا، لازم حضرتك تطبق الريسورس زي ما احنا شرحناها بالفعل، تطبق الابديت زي ما احنا شرحناها، تطلع لك الايرنت فاليو وتقدر حضرتك تستفيد منها بالظبط في تقييم اداء المشروع. ده رقم واحد. رقم اثنين، لو حضرتك مدخل الريسورس بالكاش ان زي ما احنا شرحنا، او لو سم او قيمه البي او كيو زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، دي مش هتفيدك قوي، هتديك انديكيشن بس برضو مش انديكيشن ترو للشغل اللي حضرتك صار. انت بتتكلم في قيمه مستخلصات، ما قلتش انت صرفت قد ايه، ما قلتش انت كسبت في المشروع دوت ولا خسرت. انت بتتكلم في قيمه ان انا والله كان المفروض النهارده مستخلص اصرفه ب 150,000، انا خدت المستخلص دوت خلاص. بقى انت خسران كسبان في الشغل انت ما بتقارنش، لكن الايرنت فاليو ديت بتطلع لك انت خسران قد ايه وكسبان قد ايه وهتنفذ قد ايه وهتخلص امتى وكده يعني. واضحه النقطه؟ نرجع تاني للنقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها مهندس وليد بالنسبة للتايم. الكلام ده هتفهمه اكتر لما هنشرح البرسنتج كومبليت المرة الجاية، لان انت ما دام بتتعامل مع تايم بس مش هتفيدك الايرنت فاليو، لا هتفيدك البرسنتج كومبليت، لان انت المفروض تطلع برسنتج كومبليت للبلاند وبرسنتج كومبليت للبرفورمانس او الاكشوال اللي انت حضرتك عملته في الموقع بتاعك. تمام؟
احنا نرجع نقول دايما المهندس اي 7، مفيش حاجه اسمها دايما، في حاجه اسمها انت حضرتك بتقدر ايه اللي هيحصل عندك في المشروع، او مدير المشروع بيقدر، او انت والاستشاري بتقدر، او اي شخص بيقدر ايه اللي هيحصل بعد كده. دايما الاي تي سي دوت انت بتحسب، ممكن يجي يقول لك مثلا المدير بتاعك لا والله احسب لي على اسوأ افتراض، انا عايز ابقى عامل حسابي، عامل سيلنج للبرايس بتاعي اللي انا هدفعه، انا عايز اعرف اسوأ افتراض هيحصل ايه، تقول له والله اسوأ افتراض ان انت هتصرف الاي تي سي بتاعك بالقيمه كذا، لان مش دايما باخده على الرنين، انت بتاخده على حسب. انا شرحت لك الاوبشن دي في الاول علشان حضرتك تبقى عارف انت بتاخده على الريمينينج، خلاص يبقى بتاخده على المتبقي، بتاخده على البادجت ماينس الايرنت فاليو، بتظبط معاك العمليه. واضحه العمليه يا مهندس ايه؟ جميل. اي حد عنده استفسار تاني ولا اي سؤال تاني؟ طبعا عادي، يعني في استشاريين بيطلبوها، ايه المشكله يعني؟ ماشي، حتى لو انت مقاول عادي، بيبقى عارف، بيبقى مثلا في عقود مقرره فيها ان انت مثلا ربحك معروف، مثلا في اكشوال كوست للمقايسه، وحضرتك بتحط عليها بنسبه للربح مثلا سي 10 15 20%، وبتاخد بيها الشغل. مش كل يعني، هو للاسف معظم المقاولين بيفتكروا ان الاسعار ديت حاجه توب سيكريت يعني، والكلام دوت خطأ تماما. يعني انت لما تبقى في العقود كلها اللي بره بيبقى معروف الاكشوال كوست قد ايه اللي حضرتك بتصرفه، ربحك قد ايه، بيبقى المتابعه كلها على الـ على الـ على الايرنت فاليو يعني، لانه يهمه الاونر، يهمه ان المقاول يكسب مش المقاول يبقى خسران. فهو لما بيتابع الايرنت فاليو بيعرف المقاول كسبان ولا خسران، واخد بالك؟ فالاكشوال كوست ده مش سر يعني، مش اسرار حربيه ايه، المفروض. لكن احنا هنا للاسف يعني كلنا بنتعامل بهذا المنطق. ايه تلاقي مثلا المدير لما يجي يصور لك المقايسه مثلا يصورها لك من غير اسعار، يعني مش مشكله دي. فاحنا بنتكلم، لو انت افترضت مثلا انت على مستوى المقاول، انت بتقدم للمقاول ايه، بتقدم كمقاول انت في الشركه اكشوال كوست على البلاند اللي انت مقدمها. يعني انت جوه الشركه عايز تحسب الميزانيه. طبعا شركات كتيرة جدا من كبرى الشركات بتتعامل ببرنامج البرمافيرا، بتدخل مشاريعها كلها عليه، والمصاريف والبادجت والكلام ده كله، ونسب الفوائد اللي من البنوك، وبتعرف ربحها قد ايه السنوي من برنامج البرمافيرا. يعني بياخدوا الارقام من برنامج البرمافيرا بيكمل عليها قسم الحسابات شغله عشان يطلع قيمة الربح بتاع الشركة كلها. يعني مش بس انت، بتبقى العملية مفتوحة جدا لمهندس البلانر انه يطلع على كل حاجة يعني، لان انت كل الموضوع ده بيبقى في ايدك، انت بتعمل كنترول على التايم وعلى الكوست عندك. variance at completion، ال variance at completion دوت ده معناه الفلوس الزيادة اللي هتدفعها لو الشغل اتأخر. توتال كوست، ايه توتال كوست؟ مش عارف انت قصدك ايه يا مهندس محمد. هو بيساوي الفي اي سي دوت، بيساوي حضرتك اللي هو الاي اي سي او الاستيميت ات كومبليشن ماينس البادجت ات كومبليشن. بتطرح حضرتك قيمة الفلوس المتوقع ان انت تصرفها على الشغل كله، ناقص قيمة الفلوس اللي حضرتك عامل لها بادجت للشغل دي، الميزانيه بتاع الشغل بتاعك في البلان. خلاص، فبيطلع معاك الفارينس ات كومبليشن. واضح يا مهندس اي 7؟ جميل. مهندس محمد عبد الوهاب، قصد حضرتك ايه بالتوتال كوست فارينس؟
معايا جميع الناس لسه معايا ولا ايه؟ اه التوتال كوست بقى، خلاص حضرتك كنت بتجاوب على السؤال فعلا مظبوط، انا اللي ما خدتش بالي. طيب حد عنده اي سؤال خاص ببرنامج البريمافيرا عايز يسال عليه؟ ملوش علاقه بالارميد فاليو يعني، اي حد عنده اي حاجه؟ طيب الكليم ديجر وازاي اطبع المنحنى؟ طيب دقيقه واحده، طبع المنحنى سهل جدا يا مهندس وليد، كل ما عليك ان حضرتك بتعمل من البرنت بريفيو، خلاص حضرتك بتيجي على الاوبشن، عفوا بتيجي حضرتك على البيج سيت اب، وبعد ما حضرتك بتروح ثواني على الاوبشن، اه مش جاهز دقيقة بس، انت حضرتك لازم تظهره الاول هنا، هنظهر هتختار الاول الاكتيفيتي يوزج بروفايل، خلاص الكيرفات ظاهرة عند حضرتك تمام واضحة كده يا مهندس وليد. طيب وبتروح حضرتك على برنت بريفيو، بعد كده بتروح حضرتك على البيج سيت اب، اول ايقونة خالص على اليسار فوق، بعد كده بتفتح التاب بتاع الاوبشن، وبيجي عندك هنا هوت انت حضرتك عايز تطبع ايه. البروفايل ده الخيار اللي تحت البروفايل هو دوت المنحنى، حضرتك عايز الجانت شارت ولا مش عايزه، عايز الجريد لاينز، عايز الاول كولومز، عايز التيبل ولا مش عايزها، كل ده حضرتك بتشيله بتعمل ابلاي اوكي، بيطلع عندك المنحنى بالمنظر دوت جاهز للطباعه. وضحت كده الفكره؟ ميمي ربنا يخليك. الكليم ديجر ده يا باشمهندس دي اداه بتاع في تولز من التولز الموجوده في البرنامج، خلاص بتقارنك مشروعين مع بعض في كل حاجه بقى، الاوبشن بتاعت المشاريع، الاكتيفيتي اللي موجوده، عايز انت عندك مشروعين خلاص واتلخبطت ما بينهم، مثلا هو ده اللي انا عايزه ولا مش هو ده، فبتدخل حضرتك مشروعين، بتختار مشروع هنا اولاني، انا شغلت كليم ديجر اهو، حضرتك بتختار مشروع خلاص اهي المشاريع اهي موجوده عندي هنا هو، فبختار مشروع بقول له اوكي، وبختار المشروع الثاني نفس الكلام، ممكن حضرتك تختار مشاريع او بيز لاين او عايز تقارن ما بين بيز لاين، وبتختار المشروع الثاني مثلا واقول له اوكي، وبتعمل الكومبير، بيعمل تقارن البيز لاين بس، اه ممكن تقارن البيز لاين ببيز لاين مثلا عشان تشوف الفروقات مثلا خلاص، او تقارن الحاجات حضرتك اعملها، واعمل اتش تي ام ال هات من الفايل او اعمل على الاكسل وشوف الملف اللي طالع لك منظره عامل ازاي، ملف فيه بيانات كتيره جدا، وكل بيان هو حاطط البيان فوق، والجدول بيقارن يمين وشمال للريفيرس بروجكت والاوريجينال بروجكت اور بيز لاين، انت بتقارن بين مشروعين او بين مشروع وبيز لاين جميل، وبتحدد حضرتك الحاجات اهي اللي انت عايزها في تقارن بيها ايه، جنرال البروجكت بادجت داتا، يعني بتقارن معلومات عامه في من بروجكت بروجكت او بروجكت لبيز لاين تمام، واضحه النقطه، جربها هي اداه ظريفه يعني، وبتحتاجها في اوقات كتير كمان. لا يا باشمهندس انا هنا عشان اجاوب على اسئلتك يا فندم، ربنا يخليك. اكسبورت يا مهندس محمد، يعني هي ابسط حاجه زي رجعتين ولا نزلت نص، هي اكسبورتين ايقونه الكلام ده ما لهاش ايقونه مش مهندسه، من قائمه تولز، هي من التولز في البرنامج، من قائمه تولز في الاخر خالص هتلاقي موجود هنا هو الكلام ده تمام واضحه اوكي. فمهندس محمد عبد الوهاب شوف حضرتك، انت بتتكلم على مشروع واحد، حضرتك بتيجي هنا اهوت على الفايل خلاص اكسبورت، وبتصدر المشروع حضرتك اللي موجود عندك ملف اكس اي ار،
وبتصدره بالنسخه اللي انت عايزه ده، وبتحفظه عندك فورمات بقى ورجعه تاني مفيش مشكله، هتعمل له انبور. بتتكلم بقى على داتابيز موجوده عندك وبرامج بقى زمنيه وحاجات كلها، حضرتك بتروح على المكان اللي حضرتك مثبت فيه الداتابيز. لو افترضت مثلا انها موجوده عندي في السي، هي موجوده اهوت في الفولدر دوت الاوراكل اكس اي. حضرتك بتخش على الداتا، اوكي بيديك طبعا تحذير اكس اي. معايا متابعين يا جماعه ولا مفيش حاجه ظاهره عندكم؟ جميل. اكس اي دي التيبلز بتاعت الداتابيز بتاعتك، خلاص هي دي خلاص، وهم الثلاثه دول هم بتوع الداتابيز بتوعنا اصلا في الاساسي. عندك البي ام داتابيز، هم الثلاثه دول مهمين جدا طبعا، كل واحده 256 طبعا لان انت بتحدد حجمها من الاول، لكن الداتا اللي فيها مش بالحجم ده. يعني لو انت لو عندك مساحات مفيش مشكله تدوس حجمهم 700 او كل كمان حجمه كتير، يعني حجمه 1.73 جيجا بايت. فحضرتك بتعمل الداتابيز وبتعمل كل حاجه وبترجع دول في نفس المسار بتاع بعد ما تفرمت يعني، فهيرجع لك الداتابيز كلها زي ما هي. محتاج بس حضرتك تاكد على الكونفيجريشن لما تيجي تخش، لما تيجي تخش بيطلع لك كده. حضرتك هتلاقي الخطوه دي انا شارحها في الفيديو، انت بتعمل سيت اب في الاول خلاص، بتعمل كونفيجريشن للداتابيز وبتدخل يوزر نيم والباسورد اللي هو الباب يوزر باب يوزر، وبتربط على الداتابيز الجديده اللي انت حطيتها. وضحت؟ ماشي. الربح المقاول انت حضرتك مش هتضيفه على البرنامج خلاص، الربح المقاول ده عندك ايه؟ ربح المقاول، ربح المقاول دوت انت نسبة عندك ما بين الفرق ما بين الكاش اوت والكاش ان، ده الربح بتاعك خلاص. انت حضرتك ده بتحسب الحسابات دي بقى على شيتات اكسل. البرنامج اساسا بيحسب لك اكشوال كوست بعد ما تخلص المشروع تماما، يقول لك والله انت كنت مخطط، انت واخد المشروع دوت سيب بمليون دولار مثلا، انت كنت مخطط ان انت تصرف على المشروع ده 900 الف دولار، انت الاكشوال كوست بتاعتك كانت 850 الف دولار، بقى ربحك 150 خلاص. نسبته كام؟ 15%. حضرتك بتحدد الكلام ده خارج البرنامج، لكن البرنامج بيحسب لك في الاساس الاكشوال كوست من البلاند فاليو. انت لما خدت المشروع بمليون وقررت ان انت البلاند فاليو بتاعتك توصل ل 900، بقى الربح بتاعك اللي انت مقرره في الاول ال 100000. حضرتك بعد ما خلصت البرنامج طلعت الاكشوال كوست اللي عندك، فبتقارن الاكشوال كوست ده مع السعر بتاعك بتطلع الربح بتاعك. يعني ايه ليس لكل فقرة؟ بس بمنتهى البساطة مهندس محمد، مظبوط. قيمة المقايسة بتاعة المشروع ناقص تكاليف الأعمال الفعلية، ده طلع لك الربح بتاعك. طيب حد عنده اي سؤال ولا استفسار تاني؟ تمام كده. ربنا يخليك يا مهندس سعيد، شكرا لتعبكم معانا يا جماعه، لفريق الدعم الفني وفريق التسجيل. احنا بس كنا عايزين ننوه على حاجه بسيطه كده، الجماعه بتوع يعني نشكرهم جدا بتوع أكاديمية الدارين، يعني لأنهم أتاحوا لنا الفرصة إن إحنا نقدم الكورس دوت للمهندسين والكل اللي ليه اهتمام في موضوع البريمافيرا. فإحنا من خلال كورسنا ده بنطرح لو أي حد من الإخوة خلاص أو الأخوات اللي موجودين معانا حد عنده أي كورس أو أي خاص يعني جزء متخصص فيه عايز يشاركه مع الناس او عايز يشارك خبرته ومعلوماته مع الناس، طبعا اكاديميه الدارين فاتحه دراعاتها لكل الناس، فحضرتك ممكن
تتواصل مع المهندس سعيد من الدعم الفني معانا. خلاص احنا طبعا واخدين اللي هو الجزء بتاع أكاديمية التشييد خلاص والبناء، ده خاص بمدني وعمارة وإدارة المشروعات. حضرتك متخصص في أي حاجة في إدارة المشروعات ممكن تتواصل مع أي حد من الموجودين. خلاص التطوع هو المهندس سعيد نزله، حضرتك ممكن تسجل فيه وتسجل اسم الكورس وهيتصل بيك أكيد حد من الموجودين جزاهم الله خير على الأكاديمية ويتواصل معاك بالنسبة للمحتوى بتاع الكورس وكده. أو ممكن برضه تتطوعوا في فريق العمل بالنسبة للتسجيل، أو لو عندك أنت خبرة في الأي تي، فيعني كله بنعمل خير يعني وبنساعد بعضنا في العلم. اللي عنده أي حاجة ما يبخلش بيها على حد تاني. وجزاكم الله كل خير وجزا الأكاديمية كل خير عنا يا رب، وربنا يتقبل منا. تمام، نشوفكم المرة الجاية. إن شاء الله. شكرا لكم، وإن شاء الله بمشيئة الله نتقابل المرة الجاية. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.